مساكم الله بالخير مستمعين على تردداتنا 97.5 من مسقط والباطنة و98.5 من محافظة ظفار، ولجميع المتابعين على قناتنا في اليوتيوب وعلى لايف تويتر والإنستغرام والفيسبوك، معكم في حلقة جديدة من برنامج مع الشبيبة، وموضوعنا لليوم الاتصال المؤسسي والأدوار الجديدة. راح نركز بشكل أكبر إن شاء الله على دور دوائر الإعلام في مؤسساتنا الحكومية، وأتوقع أنتم فاهمين أسباب وتداعيات طرح هذا الموضوع في حلقة خاصة بسبب يعني كثير من الأشياء التي طرأت خلال الفترة الماضية، ويمكن بعضها تسبب في إشكالات حقيقة على وسائل التواصل الاجتماعي وردة فعل سلبية من الجمهور اتجاه بعض ما ينشر، حتى وإن كان يعني من الوهلة الأولى يبدو كإبراز لجهود مؤسسة معينة، ولكن ما سبب هذه ردة الفعل السلبية أحيانا؟ اليوم راح نتكلم بطريقة تخصصية أكثر بوجود متخصصين بشكل أكبر. قبل أن ندخل في موضوع برنامجنا لليوم، حقيقة لفتتني بعض الأخبار التي تصل حول إغلاق المستشفى الميداني بسبب الانخفاض الحاد في عدد الإصابات والوفيات. يا رب يا رب يكون هذا الخبر يعني صحيح، ونحن فريق البرنامج الآن يتواصل مع الأخوة في وزارة الصحة لتأكيده، والحمد لله يعني الانخفاض ملحوظ حقيقة. اليوم حالة وفاة واحدة وعدد الإصابات كذلك منخفض، نصل بإذن الله تعالى إلى أصفار أعداد الإصابات أعداد الوفيات، وتعود الحياة تدريجيا إلى طبيعتها، ويعود التعافي لجميع القطاعات بحول الله تعالى. للمهتمين في موضوع حلقتنا لليوم، أرقام هواتفنا 24920024920، واللي يسمعنا بس متردد يسمعنا صوته بإمكانه يراسلنا على رقم الواتساب على 9479975، أو حتى من خلال التعليقات على رابط البث المرئي المباشر. وهذه دعوة حقيقة لجميع العاملين في مختلف المؤسسات الحكومية وبالتحديد في دوائر الإعلام أنهم يتابعوا هذه الحلقة، ويمكن البعض منهم يعني في طريق عودته إلى المنزل بعد انتهاء الدوام، ومن الجيد أن يتابعنا حتى عبر مذياع السيارة. نرحب مباشرة بضيوفنا في الاستديو، الأستاذ سعيد بن جمعة البوسعيدي مختص في التسويق والاتصال المؤسسي. أهلا وسهلا بك الأستاذ سعيد. أهلا وسهلا عبد الله وجميع المستمعين الكرام، يا مرحبا وسهلا فيك، وسعيدين بوجودك معنا في الاستديو. بارك الله فيك. ونرحب الأستاذ أحمد بن عبد الله الحوسني محاضر في التسويق الإلكتروني وإدارة الأزمات. أهلا وسهلا فيك الأستاذ أحمد. أهلا وسهلا، تشرفت فيكم. يا مرحبا وسهلا فيك وجودك عبد الله، حياك الله، وسعيدين بوجودك معنا في الاستديو، وإن شاء الله تكون حلقة ثرية بكثير من المحاور التي سنطرحها اليوم. الأستاذ أحمد، قبل أن ندخل في تفاصيل موضوعنا، ويمكن المستمع والمشاهد اللي تابعنا الآن وبعيد نوعا ما عن هذا الموضوع، وبتعريف بسيط جدا، ماذا نقصد بالاتصال المؤسسي أو التواصل المؤسسي؟ التواصل المؤسسي هو نقطة تواصل ما بين المؤسسة نفسها مع الجمهور، سواء كانت المؤسسة خدمية أم كانت مؤسسة منغلقة، سواء أمنية ولا غيرها. هدف التواصل المؤسسي هو يعني تقليل المسافات ما بين المؤسسة نفسها وبين الجمهور. بدل أليس أعطيك مثال، يعني عندي مراجع ما لوزارة ما، بدل لا يتواصل يتعنى من ولايته إلى الدائرة اللي في ولايته أو إلى مسقط العاصمة لموقع الوزارة، بإمكانه يتواصل عن طريق التواصل المؤسسي بمختلف القنوات، سواء كانت تواصل اجتماعي، سواء كان موقع إلكتروني، أو حتى عن طريق الحين قنوات الواتساب. نعم الأستاذ سعيد، الأدوار نقدر نقول أنها تغيرت، نقدر نقول أنه التواصل المؤسسي قبل 10 أو 15 سنة من الآن هو مختلف بشكل كبير في هذه المرحلة، نقدر نقول أنه مفهوم أصلا التواصل المؤسسي هو مفهوم جديد، فن جديد، علم جديد. نعم، هو طبيعة الحال تغير بشكل كبير جدا، يعني خلال 10 سنوات السابقة، ولو رجعنا 20 سنة اللي قبلها، ولو رجعنا للقرون التي سبقتها، فن التواصل هو كان موجود من بداية البشرية، ولكن تطور مع تطور الأزمان واحتياجات الناس لهذا الفن كتواصل. فلو بدأنا مثلا، الإنسان القديم كان يكتب على الحجر لضمان إيصال رسائل، نعم. انتقل بعدها إلى مراحل عديدة، وصل إلى وجود الشعراء في مجالس الملوك لضمان نقل رسائل إلى الجمهور أو الشعوب أو المجتمعات. الأزمان السابقة لأجيالنا إحنا كان الإذاعة والتلفزيون والصحف واللقاءات، اليوم التطور قاس يصير جدا سريع بسبب وجود
الانترنت والتقنيات التكنولوجيا. نعم. فهي بطبيعة الحال تغيرت بشكل كبير جدا وأصبحت ذات أهمية أكثر مما كانت عليه سابقا. نعم الأستاذ أحمد، هذا التغير الكبير اللي أتوقع أنك تتفق كذلك مع ما ذكر الأستاذ سعيد الآن، هل تدركه مؤسساتنا؟ هل نحن أصلا نعرف أنه صار تغير كبير ترى في التواصل مع الناس ومن المستفيدين من خدماتنا ومن جمهورنا؟ وهل نؤمن أنه هذا فعلا تخصص وعلم وفن مستقل بذاته لا يقل أهمية عن باقي القطاعات؟ بعض الجهات تدرك أن حقيقي التواصل الاجتماعي والتواصل المؤسسي موجود ويفترض أنها تواكب اللحظة، تواكب المجتمع، تواكب كل تجديد صار. بعضها لا، عايشين في غيابة القب، بعيد عن الناس، بعيد عن كل شيء، ويحاربوا أي شيء جديد بهدف الانغلاق. يعني على سبيل المثال في السابق كان لما أنت تريد تتكلم تنتقد حاجة في البلد لا سمح الله، الشياب كان يقولك اسكت، يعني مثل المصريين الأخوان المصريين نوجه لهم تحية، الحيطان لها ودان. ففي السابق كان الشياب يقولك اسكت ترى يمكن حد يمر يسمعك. فبعض المسؤولين للأسف لا زالوا لحد اليوم غير مدركين لقوة التواصل الاجتماعي. نعم. لاحظنا من خلال بعض القرارات اللي يتم إصدارها، طبعا إصدارها يكون داخليا توصل إلى التواصل الاجتماعي ويتم تغييرها. نعم. فهني بين قوة، لكن للأسف بعدهم ما مقتنعين. نعم. رغم وجود بعض المؤسسات التي تأمن بدور التواصل المؤسسي أستاذ سعيد، لكن يبدو أن الأغلب لا يؤمنون بهذا الدور، وشفنا في أكثر من قرار، في أكثر من مشروع، في أكثر من تحول كبير الإعلام ما كان له دور في هذا التخطيط الاستراتيجي. الإعلام أتى لاحقا كأداة تستخدم لإيصال فقط هذه الرسائل، وأتوقع لو تمعنا سنجد أن النتائج كانت، إذا إن صح التعبير، كارثية. يعني أحيانا أنا حقيقة عبد الله أرجع إلى نقطة جوهرية أنت ذكرتها، وهي موضوع أنه التواصل والإعلام هو فن وهو علم يدرس وفيه ناس متخصصين. اللي صاير عندنا كثير من خلنا نقول الأفراد والمسؤولين لا يؤمنوا بأنه هذا علم مستقل، وهو علم قديم. يعني حتى في كتب تدرس تخصصات، الناس الحين صار يأخذوا PhD دكتوراه في هذه العلوم، لكن اللي صاير أنه لا، يعني في عدم إيمان بمدى تخصصية هذا المجال أو هذا العلم. اللي صاير أنه ترى مثل شغلة المهندس اليوم، ما كل مسؤول راح يقدر يتخذ قرار يخص الهندسة أو الطب، هي بنفس الطبيعة فيما يخص التواصل. اليوم ما ممكن أنا شخص كذا ماشي في الشارع وأقول لا المفترض كان الجهة الفلانية تقول الكلام الفلاني. التواصل علم يربط مثل ما أنت قلت بموضوع استراتيجيات وخطط. هذه الاستراتيجيات والخطط تأخذ مشوار طويل جدا من التحليل، تجميع البيانات، الدراسات، البحث عن الكفاءات، البحث عن طرق التنفيذ. ففي يعني احنا نشتغل بهذه الطريقة أنه عندنا ملفات ضخمة جدا الناس ما تشوفها. يعني أحيانا يمكن تنزل تغريدة واحدة، ولكن هذه التغريدة مبنية على استراتيجية متكاملة من حيث وقت النشر، لغة النشر، نوعية الرسالة، نوعية الجمهور اللي راح يتلقى هذه الرسالة، كيف راح يتلقاها وكيف راح يتفاعل معها. فالنقطة المفقودة عند بعض المؤسسات والأفراد عندنا أنهم إلى الآن غير مؤمنين بأنه هذا علم مستقل. نعم. وفي تخصصية. ينظروا بأنه من المهن أو الوظائف اللي تمشي بوجهات النظر. نعم. فهي ليست وجهات نظر. يعني لما يجيك شخص متخصص ويقول لك احنا المفترض نعمل الشيء الفلاني بالرسالة الفلانية في الوقت الفلاني، جاء هذه التوصية بناء على الدراسات وتحاليل. نعم. وهي ليست رأي شخصي. نعم. هذا رسالة من شخص يقول انا موظف في دائرة اعلام بمؤسسة حكومية، لكن ما اريد اقول اسمي. عادي لا تقول اسمك، قل سؤالك. يقول قبل لا تبدأوا في إلقاء التهم علينا، نعم، تحدثوا قبل عن أصل المشكلة وتحدثوا بشكل أعمق، وهذا ما سنفعله، هذا ما سنفعله الآن. أستاذ أحمد، لو جينا نتكلم أصلا عن هيكلة الآلة الإعلامية المؤسسة معنا في البلد، يعني هل فعلا هي بالشكل المطلوب؟ هل
التغيرات اللي لامسناها في الفترة الأخيرة هي تغيرات مؤثرة، يعني مثلا كانت اسمها دائرة الإعلام والعلاقات العامة والعلاقات العامة والإعلام، يعني لا الاسم جميل، اسمها دائرة التواصل والإعلام أو التواصل المؤسسي تصار العلاقات. نعم، فيقول لك نحن جالسين نشتغل، جالسين نغير الأسماء وجالسين نسوي أقسام وما كانت موجودة في دوائر الإعلام، عندنا محتوى إبداعي وعندنا أشياء ومسميات جميلة. فعلى النطاق الهيكلي للإعلام المؤسسي، هل نحن نمضي في الطريق الصحيح؟ على حسب ما لمست من بعض الجهات تم تغيير المسميات لكن بقت الشخوص هي هي. فإحنا ما غيرنا شيء، غيرنا الديكور لكن الطعم هو أو المحتوى لا زال هو. ناهيك عن أن بعض المتخصصين اللي هم يكونوا على رأس هذا الفريق أساسا فقد الشيء لا يعطيه. يعطيك مثال، ما ممكن أخلي أنا مدير إعلام أو موظف في الإعلام يدير حساب مؤسسة هو أساسا ما عنده حساب في التواصل الاجتماعي. فكيف هو راح يتم التفاعل منه كشخص مع أي شيء يوصل؟ ناهيك أن بعض المؤسسات غيرت مسمياتها وشخوص بقت، وفوق ذلك ما عندهم أي سياسة نشر أو سياسة تعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. ما عندهم أي استراتيجية. صحيح. تغريدة مثلا على سبيل المثال، تغريدة نزلت بالخطأ من مسؤول ما في المؤسسة ومحسوب عليها، ما هو دور المؤسسة في التعامل؟ تعتبر أزمة إعلامية. نعم. فما عندهم أي قوة تستند على أي سياسة أو استراتيجية بإمكانهم يتعاملوا مع هذا الوضع. نعم. أمثلة كثيرة من دون متطرق لمسميات، لكن أحيانا المسؤول نفسه هو أساس الأزمة. لما يخلق تغريدة من صميم عمله والحساب المؤسسة نفسه ما عنده خبر عنها، بعدين تصير ترند ويصير الهجوم. طبعا يتم منشنة حساب المؤسسة اللي هو ده وهو نفسه. أبسط حل هم كانوا يسووها البلوك، حظر المتابعين، لكن هذا ما حل. تبقى المشكلة 3 أو 4 أيام متداولة في السوشيال ميديا، متداولة في الواتساب، ما وصلنا لحل. فالهيكلة ما بالمسميات، الهيكلة بأساسيات. أنت لما تبني بيت لازم يكون عندك أساس، بعدين تتخيل أنت وتفكر إيش نوعية الأثاث اللي تحطها. نعم. الوضع الحالي وضع أساس وصبغ. نعم. أثاث سوري وصبغ خارجي، لكن الجوهر الداخلي ما تغير. نعم. يسامحونا زملائنا وأخوتنا وربعنا أكيد. ما ننتقد هذه اللي هي. لكن بعض النقاط اللي بنقولها ترى هي أصلاً حتى مساندة لكم، يعني للمرحلة القادمة، لأنه بعض الأشياء يحتاج لها إلى قرار، والقرار ما بيدكم أنتم لكن بيد من يؤمنوا بدور التواصل والإعلام. الأستاذ سعيد، هل تعتقد أن نحن بحاجة أن نسأل أنفسنا من يدير الإعلام، من يدير التواصل في المؤسسات الحكومية؟ هل هي دوائر الإعلام حقا، أم أنه والله لا، دوائر الإعلام تقوم بدور إجرائي معين ولكن ما هي صاحبة القرار المهم سواء في النشر أو في صياغة موضوع معين؟ سؤال جوهري، ولكني ما راح أجاوب من الذي يدير، ولكن إحنا اليوم نتحدث عن من الذي يجب أن يكون. يعني إحنا اليوم نقول من الذي يجب أن يكون، بأن يكون في ناس متخصصين مثل ما قال أستاذ أحمد. الآن إحنا في كثير مؤسسات عندنا أساسا رأس الدائرة غير متخصص. نعم. في مجال الإعلام. لأنه في سنوات سابقة كان بعض الأشخاص يتم نقلهم بين الدوائر بسبب أحيانا تشابه مسميات وليس بسبب خبرة أو بسبب تخصص. فالآن الذي يجب أن يكون أول شيء أنه رأس الهرم في أي مؤسسة يكون مؤمن بأهمية هذه الدائرة. نعم. وعندنا نماذج كثيرة، يعني في كثير مؤسسات عندنا إحنا في البلد بارزة وناجحة، لما تجي تبحث عن الأسباب تجد أن رأس المؤسسة هذه، رأس الهرم، مؤمن بشكل كبير بهذه الدائرة وأهميتها وداعم كبير لها. فهذه النقطة الأولى، أنه رأس الهرم يؤمن بهذه الدائرة، يدعمها ويثق في أدائها. نعم. الشيء الآخر، احنا محتاجين من رأس كل هرم في البلد، في الحكومة، شركات قطاع خاص، مؤسسات مجتمع مدني، اي مؤسسة، انه تكون امامه خطة او استراتيجية اتصال واضحة. ما ممكن نشتغل بشكل اعتباطي غير ممنهج. مثل ما قلنا هذا علم. اليوم اي مسؤول ما في امامه استراتيجية قاس يشتغل عليها كتواصل لابد انه يروح يبحث عنها. قد لا تتوفر عند فريقه، بس ممكن يجيب فريق استشاري من برا، يجيب متعاونين، يجيب كثير جهات حكومية عندنا متعاونة مع بعضها البعض. نعم. توفير هذه الاستراتيجية. بعدين لابد من تأهيل فرق العمل. يعني الآن الأخ اللي قال لا تتهمون، احنا ما جايين نتهم حد. نعم. هنا احنا جايين نطرح
مشكلة عامة عندنا كلنا، كلنا متضررين منها، وفي ناس قائمين بدور جدا رائع وفي قصور، وهو الوضع الطبيعي. اللي نتمنى أنه تأهيل فرق العمل هذه، يعني إحنا اليوم ما نجي نقول أنه هذا شخص غير مؤهل يطلع من الدائرة، لا بالعكس، إحنا نقول أنه اللي ما عنده الكفاءة اللازمة يتم تأهيله، يتم تهيئته لأداء هذه الوظيفة. بهذه الطريقة إحنا نضمن أنه كل شغلنا يكون ممنهج، يكون محسوب، يكون مدروس. ما ممكن إحنا نتعامل مع التواصل أنه شيء مكمل، تكملت عدد، شيء مساند أو وسيلة نشر، أو وسيلة نشر فقط، اتخذنا وسيلة نشر فقط لا أكثر. كعلم الآن إحنا نتحدث، وهي ممارسات دولية تقول بأن المفترض التواصل يكون مرتبط بشكل كبير جدا مع رأس هرم أي مؤسسة. وإحنا في عمان طبعا كلنا نعرف، حتى صار توجيه قبل كم سنة من مجلس الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحيث أن تكون دائرة التواصل تابعة لرأس هرم كل مؤسسة. نعم. هذا دليل على أهمية الممارسة. نعم. الممارسات الدولية تقول أنه لابد من إشراك التواصل بداية من التفكير في أي قرار، يعني حتى قبل لا أنت تخطط للقرار، قبل لا تبدأ تحلله، قبل لا تدرسه، بداية من التفكير في إصدار قرار أو تغيير أو تحديث. ليش؟ لأنه أهل التواصل والإعلام يجيكم من البداية يقولوا لك هذه طرق التواصل، هذه لغة التواصل، هذه المخاطر المتوقعة من هذا القرار. فأنت في خلال بنائك لمنظومة قرار معين، تغييرات، تجديد، تكون عارف إيش المخاطر المتوقعة وكيف تتعامل معها. يعني أنت في النهاية لما تقوم بأي تغيير تستهدف الشركاء اللي هم المجتمع، الجمهور، مجالس الإدارات وغيرها. فلازم أنك أنت التغيير تسوي لهم تعرف كيف راح تتعامل مع هذه، تتواصل معهم. نعم. اليوم اللي يشاركونا من دوائر الإعلام كلهم ما يبغى يقولوا أسمائهم. يقول في مؤسستنا أصلاً التغريدة ما تطلع غير بموافقة الوزير نفسه. يعني هذا يعطيك مؤشر في جانب يمكن يكون جيد، إنه في وعي بأهمية والله تأثير الإعلام، لكن في المقابل يعطيك مؤشر خطير وسيء، عدم الثقة، وعدم الثقة. ومعلش يعني مثل ما نقول نتمنى من دوائر الإعلام أنهم يسمعون، نتمنى كذلك أن تصل رسائلنا إلى المسؤولين. هل اليوم كل وزير أو وكيل أو أعلى هرم هذه المؤسسة هو فعلا يعني فاهم ومتخصص في الإعلام وإدارة مخاطره؟ ما هذا وبس، يعني هذا ما سبيل ترى. يعني كل حد بيعرف. لما أكون عبد الله، لما أكون على رأس الهرم وأتابع هذه الأمور، إذن ليش أنا شكلت فريق أو دائرة للتواصل المؤسسي؟ لطالما هم مؤهلين وعندهم الثقة وأصحاب قرار، ترى في النهاية الفريق عنده رئيس، الرئيس عنده مدير كتسلسل هرمي. نعم. آخر مرحلة منهم كفريق إعلامي هو هذاك صاحب القرار النهائي. نعم. فأنا لما أعطيهم الثقة راح يبدعوا. لما أعطيهم الثقة راح يفكروا في المؤسسة نفسها. نعم. لكن لما أنا أخليهم مجرد أدوات للنشر لا أكثر، راح يبقوا مكانهم ولا واحد فيهم راح يطور نفسه. لأن في النهاية أنا راح أجتهد وأعمل تغريدة وبتروح إلى معاليه وإلى سعادته أو إلى حتى مدير عام، وبيشطب وبيحط فيها على هو، على مزاجه هو أو على تفكيره هو، اللي أساساً هو ما وصل لمرحلة النضج في التواصل الاجتماعي. نعم. مع احترامي يعني. بس لما تنوضع التغريدة إيش اللي يصير؟ الهجوم اللي يصير من قبل المتابعين هو هذاك سببه. من يتحمله؟ ما يتحمله صاحب القرار، يتحمله اللي ماسك الحساب، لأنه مضطر يا أما يرد يا أما يسوي بلوك. نعم. يا أما يتجاهل. هاي صدقة اللي يقول تولا تلومونا نحن. طيب هذه نقطة مهمة الآن أنت يعني ذكرتها الأستاذ أحمد، ونحن حقيقة يعني لما نتكلم عن الأدوار الجديدة اللي التواصل والإعلام، هناك بعض المفاهيم اللي حاولت أني أحصل عليها من خلال متابعة بعض المقابلات اللي تخص يعني الاتصال المؤسسي. نتحدث عن الصور الذهنية عن المؤسسة، نتحدث عن السمعة، صحيح. نتحدث كذلك عن القوة الناعمة، نتحدث عن ذكاء التواصل، نتحدث عن هذه القوة الكبيرة في التأثير اللي ممكن يعني تقلب الموازين أحيانا. لو بغينا نوصف للمتابع وللمستمع الآن الأستاذ سعيد، ما هي أهم الأدوار الجديدة للتواصل والإعلام مقارنة بالسابق، وفي ظل هذا التسارع الكبير ووجود وسائل التواصل والسرعة الهائلة في انتقال المعلومة؟ جميل، جميل جدا. أنا أعتقد أيضا أربط هذا بالموضوع السابق أن الوزير يعتمد تغريدة. هذا في دليل على عدم وجود أساسا كما قلنا استراتيجية واضحة
خطة، لغة تواصل. من أهم الأدوار الآن لهذه الدوائر أنه عندهم وعي كافي بسلوكيات الجمهور. اليوم إحنا سلوكيات الجمهور عندنا اختلفت بشكل كبير جدا عن مما كانت عليه قبل 10 سنوات، والسبب يعود إيش؟ إحنا لو قلنا قبل 10 سنوات 20 سنة كان أقصى تواصل بيننا إحنا في الحارة، في المسجد، لقاء في المجلس، لقاء في العيد، تجمعات بسيطة. فكان فهم المجتمع لبعضه واجد أسهل. يعني أنا مثلا من حارة معينة خلاص عارف كل جيراني، أروح أزور حد من قبيلتي أو من أهلي أو معارفي، بيننا نوع من الثقافة المشتركة، يعني الممارسات المشتركة وغيرها. اليوم لا، اليوم أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت عالم مفتوح على مصراعيه. اليوم أصبح فهم سلوكيات الناس جدا صعب، مش بالسهولة اللي كانت عليه. يعني أنا اليوم أدخل شبكات التواصل الاجتماعي أشوف شخص يغرد بتغريدات معينة، أنا ما أعرف هذا من إيش خلفياته، إيش اهتماماته، من إيش وظيفته أساسا في الواقع، وين يروح وين يجي. لأنه في ناس كثيرين يطلعوا وينشروا لك محتوى غير حقيقي أصلا. فأحد أهم الأدوار هو فهم هذه السلوكيات. لذلك اليوم شبكات التواصل الاجتماعي فيها حديث كبير جدا عن موضوع الخوارزميات، وهو أنه أنت كيف تحلل الحسابات. اليوم إحنا ما صرنا نحلل أشخاص، نحلل حسابات. حتى الخوارزميات يعني تبدأ تفهم من اللي، يعني إحنا عندنا تقارير تقينا، يعني حتى المشاعر تقينا تحاليل عليها، أنه هذا الشخص نزل تغريدة، هل هي تغريدة إيجابية أو سلبية، إيش كانت مشاعره، هل هو كان فرحان، حزين، متضايق. هذا النوع من التحليل اللي إحنا نشوفه بشكل يومي في عملنا. فأول شيء فهم وتحليل سلوكيات، خلنا نقول مش الأشخاص ولكن الحسابات اللي إحنا قاسين نتعامل معها. نعم. الشيء الآخر من الضروري جدا فهم أو متابعة رصد وتحليل. إيش الرصد والتحليل؟ الآن أصبح شبكات التواصل الاجتماعي مصيدة سهلة جدا لكل شخص يريد يؤثر على أي رأي عام. يعني وهذا إحنا تطرقنا له بشكل كبير جدا، ومن خلال مجال عملنا أنه أغلب الترندز اللي تصل في عمان لما نحللها نكتشف أنه إما أنها ما بدأت أصلا من عمان، أو أنه نشاطها الأعظم ليس من عمان، وهذا بشكل عام على مستوى العالم. لذلك فرق الإعلام والتواصل من المهم جدا أن يكون عندها رصد وتحليل لمعرفة ماذا سيتم التعاطي، أو ما إيش راح تكون خطوات التالية. عندك أيضا من الأشياء المهمة جدا فهم لغة المؤسسة، أو صنع لغة إحنا نسميه اللي هي المسجنج هاوس، اللي هو اسم أو ايش بالعربي احمد ساعدني، مثل تون اوف فويس بالضبط، يعني قابل الانجليزي بالانجليزي، نغمة الصوت يعني بالضبط. يعني تعرف الصدى لكل مؤسسة لها صدى معين، نعم، بثيمة معينة، صحيح، هوية معينة. فكل مؤسسة، كمل على كلام سعيد، ان كل مؤسسة لها صوت معين. على سبيل المثال بعض الحسابات، انا احلل حسابات كثير، في حسابات وهمية تطلع، صح؟ نعم، صحيح. معظم الحسابات سبحان الله يعني يمكن صار لي تو 3 أو 4 سنوات وانا احلل الحسابات، بعض الحسابات الوهمية انا خلاص عارف من وراها كأشخاص، كأشخاص من لغتهم. وحتى واحد من الحسابات كان من ضمن الحساب، كان في فترة من فترات طلع بقوة، فرسلت له على الخاص قلت له زين حاول تغير في التنوين لان انا عارف انك من تنوينك مباشرة. نعم نعم. بعد تقريبا يمكن 9 شهور التقينا انا وهذا الشخص، قال لي بس انا اموت واعرف انت كيف عرفتني. اذا النبره احيانا لها مفردات. هذه من يعني شكرا احمد، فعلا يا احمد، لان احنا باغين نعرف بعض الحسابات. أيوة. من يقف وراها. فهذا جدا مهم، انه الان العاملين في هذه الدوائر لابد انه يعوا انه هذا هو التواصل والاعلام اليوم، انه انت لابد انه يكون عندك لغه. فمثلا الآن إحنا اللي صاير أنه بعض الحسابات تدخل تجد كل تغريدة واضح أنه شخص ثاني اللي قاس يتكلم، ففي فقد للهوية، ويؤثر بشكل كبير على لغة التواصل مع الجمهور. نعم. فبناء كل هذه الأشياء جدا ضروري اليوم أصبح. اللي يسمع كلامك الآن سعيد، و
يتابع المحتوى اللي تقدمه كذلك يعني مشكور على منصات وسائل التواصل الاجتماعي تخصصي، يشعر ان المهمة ترى ما بهذه البساطة. يعني انت ما تقدر حتى تلتقط انفاسك لما تعمل على التواصل والإعلام في مؤسستك، أنت يعني تقول نحن يمكن نحتاج أحيانا نعمل خطة كاملة لنشر تغريدة واحدة، محتاجين نرصد، محتاجين نتابع، محتاجين نحلل، يعني هذا عمل كبير جدا. لكن وهو كذلك ولكن اللي نشوفه أحيانا أن الموضوع ما يتعدى أن الواحد يجي دوامه الصباح يروح الساعة 2، من يروح الساعة 2 هو ما يريد يتعامل مع هذه المنصات لأن الدوام خلص وغيرها. فأتوقع حتى بعض الجوانب التنظيمية والتشريعية يجب أن تراعي طبيعة مهام فرق التواصل المؤسسي في المؤسسات. هذا ما جاء يعني ساعات عمل معينة يروح، تلقاها في جهات خدمية. نعم. يعني هي تمس المواطن بشكل كبير من دون مسميات. هذه المشاكل اللي تصير متعلقة بخدماتها في كل يوم في كل لحظة. أتفاجأ أن لما تتواصل معهم يوم الخميس الساعة 3 يردوا عليك يوم الأحد الساعة 8، معناتها أنهم في الويكند في الإجازة الأسبوعية مبندين، وهذا غلط. التواصل الاجتماعي يعني يفترض الموظفين يام بالتناوب، أو أنه خلاص هو يهيئ نفسه أن أنا لطالما عندي تهمني سمعة المؤسسة أن لازم أتواجد في كل لحظة. نعم. لحل الإشكاليات هذه، ولكن من الأهمية بمكان تنظيمه وتشريعه بطريقة يعني ما تخلى والله كل واحد وش أنت حسك نحو سمعة المؤسسة وحرصك، هذا ما بيكفي أكيد. في مثل يعني في أحد الأشخاص يخبرني بنفسه يعني هو لما فترة من فترات كان في الأيام الأسبوعية في العطلات يرد في كل لحظات. نعم. فراح طلب بدل عمل طبيعة عمل بيضحكوا عليه يمكن. لا إيش قال له؟ أنت بس وين وظيفتك مثل الطبع بس ترد. يعني أنت مو جالس تسوي إيش طبيعة عملك؟ تخيل لما يقول لك يدرك يعني مسؤول يقول لك هذا الموضوع، فهذاك يقول إيش أسوي؟ نعم. هذا أحمد السعدي شاركنا يقول يا ريت تتكلموا بعد قال اسمه. نعم غريبة قال اسمه يعني. هذا ما يشتغل. هذا يتابع يقول نشعر من خلال متابعتنا لبعض حسابات المؤسسات وتفاعلها مع مسؤولينها حتى أنه كأنه بطريقة لا تدركها المؤسسة كأن المؤسسة تخدم رأس هرم المؤسسة الوزير زين أكثر من أنها هي تخدم المؤسسة نفسها. فهذه العلاقة أتوقع يجب على المؤسسات أن تكون حريصة جدا أنها ما تعطي هذا الانطباع. يعني الوزير يغرد قبل بعدين تغرر المؤسسة بما يتناسب مع وهكذا يعني. هذا نتيجة عدم وجود سياسة نشر لعدم وجود استراتيجية. يعني في الاستراتيجية نفسها يحدد من اللي يغرد أول شيء، من صاحب الخبر، يحدد إذا كان الوزير أو الوكيل أو أي موظف إيش طبيعة تعامله مع الحدث. هل يعني على سبيل المثال إحنا في جهات عملنا نعرف معلومات قبل لا تنزل عروض مثلا. نعم. صح ولا لا؟ قبل لا تنزل الناس، لكن ما ممكن أروح أغرد للناس استرقبوا في عرض. يعني أنا أذكر في أحد المسؤولين كان في تنقلات أو في شيء في مؤسستهم يعني. نعم. هو قبل بيوم بكرة يعني كاتب في تغريدة غدا ترقبوا الحدث اللي بيصير. نعم. أنا لما تواصلت معه قلت له على فكرة أنا لو كنت أنت في مؤسستي أحولك شؤون قانونية. قال لي ليش؟ قلت له أنت بحكم وظيفتك وطبيعة عملك أنت عرفت قرار بيصير بكرة. على أساس تروح تغرد فيه تطلب السبق ما على حساب القضية. نعم. هذا اللي حاصل يعني على حد علمي أنه في سياسة إعلامية للظهور الإعلامي للمسؤول ولإدارات لإدارته حتى لحسابات على صفحات التواصل الاجتماعي. ما أعرف إذا تم يعني اعتماده ولا من الأمان العام لمجلس الوزراء ما يعني هذا يمكن ما معلن، لكن ما أعرف إذا كان موجود أو لا. يعني معلش خلونا نتكلم كذلك عن بعض الأمثلة اللي أصبحت كقضية رأي عام، وبما أنها أصبحت قضية رأي عام فالحديث عنها متاح ومباح يعني أكيد. أحيانا المؤسسة تجتهد حقيقة صحيح وتعمل بشكل كبير صحيح، وهنا العكس، هنا الإعلام ما يقدر يواكب هذا العمل أو ما قدر يعكسه بالطريقة الصحيحة، يعني تأثيره صار سلبي على أداء مؤسسته صحيح. وهذا يعني يمكن مخاطر أخرى صحيح. فأريد نتحدث كذلك عن علاقة هذه الدوائر أو الفرق مع عمل مؤسساتها، يعني ما هو مستوى إدراكها وشراكتها
في الكور بزنس أو في أنتوها المرة ساعدوني يعني في أصل أيوة. عمل المؤسسة صحيح عبد الله. يعني هي هذه نقطة جوهرية جدا أعتقد فعلا تتمحور حول نفس الكلام اللي إحنا قاسين نقوله الآن. أنه الآن الإعلام في دوائر التواصل الإعلام هي ليست أدوات نشر. يعني اليوم أنت لما تقفق أو تقول له يلا إحنا اليوم أعلننا كذا يروح انشر هو ما راح يدرس يحلل يفهم الجمهور أساسا. حتى موضوع الخطط والاستراتيجيات تدخل في إيش هي أوقات النشر المحبذة وأوقات النشر غير المحبذة. فالآن أنت تجي وتصدمني فجأة تقول لي يلا روح انشر ما مجهز لغة تواصل ولا خطة ولا تصميم ولا يمكن فريق عمل ما موجود أو ما متوفر. فكل هذه في الغالب تؤدي إلى وجود ردات فعل سيئة أو سلبية. على خلاف لو أنا يعني أحيانا أنا فعلا شهدت على هذا الشيء أحيانا في قرارات جاهزة ولكن يتم تأخيرها لضمان وجود تواصل حقيقي مع الجمهور. وهذا من حق الجمهور. أنا اليوم من حق الجمهور أنه تصل المعلومة بشكل صحيح شكل منظم يستقبلها بشكل يتفهم هذه القرارات. فاليوم إحنا إيش اللي قاس يصير كما انتقلت في كثير مؤسسات عندنا إحنا وإحنا نعرفها قاس تقوم بجهود عظيمة ولكن دائما تظلم نفسها لأنها ما أعطت الإعلام التواصل حقه صحيح. فاللي يصير كل هذه الجهود في النهاية تنسف بسبب أنك أنت ما كان عندك خطة واضحة ما عندك تنظيم ما عندك سياسات في التواصل. وأمثلة كثيرة تصير عندنا يعني نعم صحيح. أحمد كلام الأستاذ عيد يقودنا إلى نقطة في غاية الأهمية. اليوم يمكن يكون قائد هذا الفريق أو مدير هذه الدائرة متخصص وعنده من المعرفة الكثير لكن أتوقع أننا محتاجين كذلك إلى شخصيات قوية وقادرة بأنها تقنع المسؤول بأنها تفرض نفسها أنها هي فعلا مسؤولة عن هذه المخاطر الإعلامية. لأن اليوم كثير من المحتوى اللي ينشر يقول لك والله توجيه سعادته توجيه معاليه خلاص انتهى الحديث يعني لا تناقش. فشخصية كذلك قائد الفريق, قائد الفريق في التواصل الإعلامي أنا صارت لي هذه بشكل شخصي. يعني زمان لما كنت في الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف وبعدين لما رحت غرفة التجارة في صناعة عمان تواجهت مع أن المسؤول كان ما مقتنع بالشيء اللي نريد أن نشره. فكان دوري أن أنا أقنعه فأروح له أنت أمام خيارين يا أما أنك خلاص ما يهمك والأمور طيبة وتنشر يا أما أنك تروح تقنع بالسبب. بعض المسؤولين يعني أنا أقول لك من أحمد قرب شوي الميكروفون لكلام مهم هذا اللي تقول بعض المسؤولين يعني من تجربتي الشخصية تحسه هو يعني متخوف لكن بمجرد أنت ما تروح وتقنعه صحيح هناك أنت لما تروح تقنعه لازم يكون عندك الحجة. دائما أنا دائما حتى لما يجيك موظفة وأنت تروح لمديرك تقول له صارت لي مشكلة وهذا الحل صحيح مباشرة. يعني مين كان يتوقع أن في الشرطة عمان السلطانية نوجه لهم التحية والإخوان والزملاء في الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف أن الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف يكون عندهم حساب. يعني أول قرار لما خبرتنا كان اللواء عبد الله الحارثي وهو اللي دعمنا في هذا الموضوع لما قلت له بنفتح حساب كان التوجس ما منه هو من اللي حواليه من بعض الأخوة الضباط ان احنا جهة عسكرية احنا جهة أمنية كيف ممكن ننشر. لما انا عملت لهم تصور احنا ويش دورنا هدفنا كان دحض الشائعات من هني انا دخلت عليه فهو تقبل الأمر بعدين مشينا. فمتى ما كان قائد الفريق يعرف مداخل ومخارج الموضوع نفسه أنا كيف أقنع سعادته كيف أقنع معالي بهذا البيان. يعني بعض البيانات يطلع عندنا من الجهات الحكومية كمن يفسر الماء بالماء أكثر من بيان صحفي يطلع بيان إعلامي من مؤسسات حكومية من تقرأ من بداية نهايته أنت ما عارف أنت مو مستوي أنت عارف القضية اللي صايرة لكن لما تقرأ البيان الصحفي تحس أن هذين ما عارفين مو صاير في البلد ما عارفين إيش المطلوب. أنا كمتابع أنا كمواطن أنا كمتضرر إيش المطلوب أترقى من هذه المؤسسة. نعم. فقائد الفريق الإعلامي اللي يدير الفريق يفترض أنه هو يمتلك كاريزما قائد يمتلك كاريزما مفاوض. يعني صحيح. هي لما دائما إدارة الأزمات أنت لما تتعامل مع أنا عندنا اختطاف رهائن من يروح لهم يروح لهم مفاوض. المفاوض هدفه شيء واحد قدر المستطاع أنه يطلع من الموضوع هذاك بأقل خسائر. نعم. نفس الشيء قائد الفريق الإعلامي لما يروح ويتكلم مع المسؤول يقنع أن هذا البيان هذه هي أبعاده لا. هذه هي أضرار حالنا كمؤسسة لكن لما يقول له خلاص سعادتك اللي تشوفه زين
نحن في المشكلة. نعم. هي هذه اللي بالمشكلة اللي واقعين فيها. ويعني فعلا هذا طبعا يسقط على كل الفرق والمهام ان نكون صادقين وامينين يعني في تقديم رأي. وينسف الجهود كلها. نعم. طيب في وجهة نظر أخرى يعني الأستاذ سعيد يقول لك الجمهور لا يعلم ماذا يريد، وهذه نظريات موجودة تقول كذا. صحيح. صحيح. الجمهور لا يعلم ماذا يريد، فهل نريد نحن من المؤسسات في إنها هي يعني تعمل لتلبية فقط احتياجات الجمهور الأعلى صوتا في وسائل التواصل الاجتماعي، وقد ما يكون هم أو ما قد ما يكون هذا الصوت لا يمثل الجميع. أيوة. وبعدين نحن نشوف نفسنا يعني جالسين يعني نهيئ رسائلنا بما يتناسب فقط مع الجمهور، وهذا يعني أمر خطير كذلك في أننا نحن ننصاع وننقاد بهذا الطريقة. صحيح. وهذا يفتح أبواب للمغرضين بكل سهولة، أنه الآن أنا لمجرد أنه أصبحت ترندز موجودة في تويتر أغير على إثرها قرارات أو أتخذ إجراءات معينة، يؤدي إلى وجود أبواب أخرى وثقافة عامة. نعم. أنه ترى خلاص هذه المنصات هي أصبحت لها الرأي والتأثير. وهنا نقطة جوهرية احنا نوصلها للمستمعين والجمهور، احنا مش ضد انه الناس تعبر عن آرائها، يعني احنا من خلال هذا الحديث ما نقول انه الناس لا تشارك رأيها، ولكن لابد من وجود نظام، لابد من الحرص، لانه اليوم اغلب الحالات اللي تصير في الغالب تكون حالات فردية او خاصة او شخصية، فيعني قد تكون مجموعة معينة لها متأثرت، ما في مجموعات أخرى ما لها صوت أصلا، يعني نعم. في أشخاص ما موجودين في شبكات التواصل الاجتماعي وما لهم تأثير وما لهم وصول، راح يتضرروا من بعض القرارات الأخرى. فهنا ضروري جدا يكون وجود نظام، أنه يعني حتى إحنا لو نشوف إحصائيات المركز الوطني للإحصاء بنحصل حتى فئات الناس اللي موجودين في شبكات التواصل الاجتماعي، إيش الشبكات اللي أساسا نشط عندنا في عمان، راح نكتشف أنه أساسا اللي موجودين في شبكات التواصل الاجتماعي لا يمثلوا فئة كبيرة جدا من المجتمع. فهنا ضروري جدا الأولى من المجتمع نفسه أنه يعي أنه لا ينقر خلف أي ثورة عامة أو رأي عام، لأنها في بعض الأحيان قد تكون حقيقية وقد تكون حاجة مجتمعية فعلا، ولكن أيضا في حالات أخرى قد تكون حالات موجهة وحالات مغرضة وحالات مقصودة. ومن الجانب الآخر المؤسسات، المؤسسات لازم يكون عندها سياسة واضحة، نظام واضح في كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات. هذا يمكن وصلنا لنتيجة أنه ردات الفعل ما بتعطيك الصورة الواضحة. صحيح. لو كانت سريعة ممكن أختلف معه شوي سعيد. أختلف طبعا. جميل. أنا أبحث عنه. دائما إحنا دائما ننظر لأي موضوع ظهر في السوشيال ميديا أن نظرية المؤامرة. أنا أقول لك من كم سنة ظهر كان أنا وزير العمل وزير القوى العاملة سابقا البكري رحلة وإيش بالضبط، كان معظم التغريدات تقول أن هذا الهاشتاج مسيس أو هذا الهاشتاج من جهة خارجية وهذا وهذا. أنا بنفسي حللت الهاشتاج لمدة أسبوع كامل ونشرته في تويتر، أن جميع المتابعين أو المغردين في هذا الهاشتاج وصلا حوالي 236 ألف تغريدة من السلطنة، ما عدا حوالي 70 شخص كان يستخدموا VPN ومن كندا ومن استراليا ومن غيره، هم موجودين في السلطنة. نعم. بس تجنبا لي يعني المساءلة. فما دائما انظر بس احنا ما نختلف اذا احمد سيد. لكن أيوة. هذا بعد التحليل جاء. أيوة. أيوة. بس بالضبط. انا ما انظر من بداية اول ما اشوف أيوة. الشيء واقول لك والله هذا يمكن، يعني انا كأحمد، انا عن نفسي كأحمد شخصيا انا ما ادخل في اللي يصير، كم احيانا بعد ما اسميها مع احترامي مهاترات، احيانا بعض اسميها هو ترند صح، لكن ما يرقى ان انا ادخل باسمي بصوتي واعقد كلمه لاني محسوب علي انا كاحمد صح ولا انت بعدين مشغول يا استحلل خلي انا بعدين احلل، ترى على فكره انا احيانا اكون ساكت بس احلل واقول لك هذا من وين هي. لكن نظرية المؤامرة هذه نستبعدها في الوقت الحالي. الشعب قبل 4 سنوات غير عن اليوم. نعم. اصبح المعظم يعني أكثر من 1,400,000 شخص هذا يملكوا حساب في تويتر. نعم. الانستغرام والفيسبوك. فالشعب أصبح يدرك أن قضية رأي عام، أن التواصل الاجتماعي قوة لا يستهان بها، وممكن هو عن طريقها يوصل لي يعني المطالبات. لو تلاحظوا تتغير قرارات مؤسسية. صحيح. من مجرد تغريدة. يعني هو بس هنا أنا أحمد أيضا جميل، يعني أنا أعتقد إحنا متفقين ولسنا مختلفين، لأنه النقطة فعليا اللي أنا ركزت عليها أنه فعلا يعني شبكات التواصل الاجتماعي لها حضور ولها تأثير، ولكن ليس في كل الحالات. يعني الحالة اللي أنت طرحتها فعلا بعد التحليل
قد تكون حقيقية. وهذا الكلام اللي كلنا مؤمنين فيه بأنه في تأثير ولكن مش كل الحالات. فلذلك أرجع أنا وأؤكد على نفس النقطة اللي قلتها، أنه اليوم إحنا ما نقول للناس أنه ما تسوي لأنه ما في تأثير، لكن نقول كونوا حريصين من خلال انقرار والانسياق خلف مواضيع معينة. وكثير مرت حالات وشفناها أنه تصير حالات تكتشف في النهاية أنها غير حقيقية. نعم. أيضا يعني كل الخيارين موجودات. نعم، وأتوقع موضوع التأثير يجب أنه يحسب بالحسبان، لأنه إحصائيات المركز الوطني إحصاء المعلومات رغم أنها وضعت تويتر في مركز متأخر لعدد المستخدمين، لكن يبدو أنه التأثير يفوق يعني بكثير باقي المنصات. وهنا بعد يعني من الأمثلة اللي يجب أن نحن يعني نذكرها، تغريدة وزارة العمل الأخيرة الأسبوع الماضي، نعم، لما غطت إجراءات التوظيف يعني والتعيينات. لكن وهذه وجهة نظر الشخصية، يعني شعرت كأنه ردة الفعل شرسة أكثر من المتوقع من الناس. من الناس يعني هل أحيانا بعد توقعاتنا تصيب وتخيب في بعض الأمور والجوانب؟ أحيانا الناس تتذكر أنت إيش مسوي قبل سنة. فقبل فترة قبل فترة الوزارة أعلنت بنفسها تصريح لأحد المسؤولين فيها الوزارة غير معنية بالتوظيف، صح ولا لا؟ تغريدة واضحة، نعم ولا غلطان أنا؟ لا تذكروها؟ زين، لما نزلت هذه التغريدة بينوا، يعني أنا كمحلل لهذه التغريدة بينت أن الوظيفة في عمان حلم من المستحيلات. نعم، فهذه الصورة كانت رسالة مالها أن الوظيفة حلم من المستحيلات، الحين تحقق عند بعض الناس. نعم، فهذه كان أسباب ردة الفعل، إن من شهرين أو من شهر أنتوا قلتوا ما يخصكم في التوظيف، الحين قاسين يعني تتفاخروا بتوظيف هذه الناس. إذن أنتوا إيش دوركم؟ بجانب إن أنا جالس كأني أبين إن ما أريد أقول منية، يعني ردة الفعل أصلا مبنية على تراكمات سابقة. على تراكمات سابقة. نعم. وفي نفس الوقت كانت يعني بيان إن الوظيفة من المستحيلات في عمان، وهذه للناس فرحتهم كيف كانت عارمة بسبب هذه الوظيفة. أستاذ سعيد، أنا أعتقد بأنه التغريدات كانت غير موفقة، ويمكن كان الهدف منها أنه نشر جهود. يعني الناس الآن واضح. نعم. هي كل الناس قاسة تتكلم عن التوظيف، وكل الناس من حقهم هذا الموضوع. فيبدو لي أنا اللي شفته أنه الوزارة كانت تريد تتحدث عن إنجاز، أنه إحنا وظفنا وعملنا شفافية، قمنا بدور ومستمرين في هذا الدور، ولكن ما وفقوا في صياغة الرسالة. ومثل ما قال أحمد، الناس الآن عندها تراكمات، فإن الرسالة لو منزلنها قبل سنة قد تكون مختلفة، الناس تستقبلها بشكل مختلف عن اليوم. هذا معناته يوصلنا إلى نتيجة أن القائمين على هذه الحسابات وعلى هذه الدوائر لازم يشوفوا الموضوع بأبعاد 360 درجة. بالضبط. ويرجعوا حتى للسابق ويشوفوا الصور الذهنية الحالية، عشان كذا نرجع ونقول تحليل رصد التحليل. نعم، رصد هو ما فقط واحد ماسك الحسابات وواحد يصور وانشر. هذه قضية رأي عام لذا نحن ذكرناها باسمها، لكن لفتني كذلك يوم أمس تقريبا، ما بنذكر الجهة لأنه يمكن ما توسع الموضوع ليصبح رأي عام، يعني المتابع صار يدقق على كل التفاصيل. طبيعي. استغربت في واحدة من التغريدات إنه الصورة المرفقة في التغريدة بسبب طلاء الأظافر فقط للمرأة الموجودة في التغريدة أثارت استياء واسع وكبير جدا. فيعني كيف ممكن كذلك القائمين على هذه الحسابات وعلى هذه الدوائر في إنهم يكونوا حريصين جدا على أدق التفاصيل؟ والآن هذا مثال عليها. صحيح. أدق التفاصيل، أنت دائما في أي حرف، أحيانا حرف واحد ممكن يغير لك المعنى كامل، خاصة بعض في العربي والإنجليزي على فكرة. فما بالك بصورة أساسا يعني جهة من الجهات من تقريبا سنتين بالغلط، كان شركة تدير حسابها 3 سنوات، شركة من الشركات كانت تدير حسابها، أتوقع كان هي تملك حساب آخر لمؤسسة أخرى. نعم. فنزلت إعلان في حساب الوزارة. فتخيل كان إعلان لإمرأة وشعر برا، وهذا هو كان إعلان مجلة أساسا. نعم. فنزلوه في حساب وزارة. فتخيل ردة فعل الناس. نعم. واحد، في ناس عاملة تنبيهات
لمعظم الحسابات. فأول ما يغرد على طول هو عنده سكرين شوت على طول. يعني أنا أحكي لك يعرف أنها بتنحذف ستحذف. أيوة يعرف. يعني أنا أقول لك في تغريدة كان عمرها للتغريدة هذه أقل من 30 ثانية. نعم. لكن استغربت أنها انتشرت. نعم. ليش؟ لأن لما تواصلت مع أول شخص رسلها في مجموعة قلت له سؤال، أنت كيف رسلتها خلال 30 ثانية؟ أنا شفت أنا شايفينها تغريدة. نعم. قال لي أنا هذه المؤسسة بالذات أنا أدور عليهم، يعني أنا عايز أشوف هذا اللي مو يقولوا أصلاً أحد أنا. أيوة. عن زلة. فبالضبط. نعم. دائماً أنا أعمل حسابي إن في غيري تريالس ينتظرني. نعم. أنا مو بقول. نعم. فلازم أنظر النظرة اللي هي 360 درجة. نعم. أنا من بظر لما سعيد قبل شوي يتكلم في موضوع قال أنا لما أخاطب الناس دائماً إحنا لما أخاطب أنا ما أخاطب الجامعيين، أخاطب من الطفل صحيح. إلى كبير العمر. نعم. لغتي لازم تكون واضحة. يعني نفس الشيء قضية رأي عام اللي ممكن أتكلم فيها لما نزل تصريح الشركة اللي مشغلة على الحدود وعلى المطار عن الريالين ونص، التصريح برغم عدد كلماته لكن أبدا كما انفسر الماء بالماء ما كان في أي رسالة وين الريالين تروح نهائيا. كان إن احنا قاعدين نقوم بجهود طيب وإحنا شركة عمانية وعددنا كذا كذا، إحنا كمجتمع إحنا ما سألنا كم عدد موظفينكم، ما سألنا أنتم قاعدين تسووا، احنا سألنا هذا الريالين لمن وين تروح. نعم. ولحد اليوم ما حصلنا جواب. خلاص هذا أمر محسوم، المتلقي ذكي جدا ودقيق جدا في المتابعة. ونحن اليوم صح نتكلم عن المؤسسات يمكن الحكومية، لكن حتى الشركات أحيانا تقع في أخطاء كارثية يعني أحيانا جدا. نعم. أمر حقيقة الآن طرع على بالي الأستاذ سعيد، يعني مع قوة التأثير لمنصة مثل تويتر. نعم. وإنها يالسة تأثر في القرارات ويالسة تغير لدرجة يمكن هذه سابقة أن البعض يقارنها بمجلس الشورى البرلمان البلد، هذا أمر خطير يعني وسابقة صحيح. كبيرة صحيح. ألا يوجد هناك خوف أو قلق معين أن تسيطر أيديولوجيات معينة على هذه المنصة إيمانا بقوة تأثيرها، فيقول لك نحن نجمع أكبر عدد ونتبنى بعض القضايا، وبالتالي هذه الأيديولوجيات هي التي تسيطر على الترند وسائل التواصل الاجتماعي بالتحديد تويتر، وهذا أتوقع أمر خطير يجب أنه ننتبه له إذا كان من الممكن أن يحدث. نعم، وأنا أرجع فعليا لنفس النقطة اللي أنت تطرقت لأنه موضوع المركز الوطني للإحصاء. نعم، تويتر من أقل المنصات، والآن إحنا نقول أنه من أكثر المنصات تأثيرا صحيح، ولكن أرجع لنفس النقطة، من هم اللي قاسين يؤثروا أو يوجهوا الرأي العام؟ وأؤكد على نقطة أيضا عشان ما حد يفهمني خطأ، أنا الآن ما أقول أنه ما في تأثير، وما أقول أنه كل القرارات اللي صارت سلبية، على العكس في بعض القرارات والتأثير اللي صار بالعكس جدا رائع في مصلحة المجتمع في مصلحة الشعب، وترى في النهاية كلنا مستفيدين. أنا حرصي وتأكيدي بأنه لما نجد شيء مفيد نتأكد من الاستفادة القصوى منه، لا ننغر ويبدأ يصير شيء مضر. الآن تويتر فعلا مؤثر وجالس يصنع تغيير، ولكن على المدى البعيد لو ما كنا حريصين في عملية التعاطي معه راح تصير مثل ما أنت قلت في أيديولوجيات معينة تستهدف تأثير هذه المنصة. اليوم إحنا نقول مجلس الشورى، وين مجلس الشورى؟ هل السبب من أنظمة مجلس الشورى أو من اللي اختاروا أعضاء مجلس الشورى أو من الأعضاء نفسهم؟ يعني لو نظرنا إلى المشكلة هي مشكلة متكاملة وعامة. أنه أول شيء في سياسات تنظيمية، هل هي ترضي أو تحقق طموحات الشعب؟ هذا سؤال. اثنين، آلية اختيار أعضاء مجلس الشورى هذيلة هل هي طريقة صحيحة من قبلنا إحنا كمجتمع؟ الأعضاء نفسهم لما يوصلوا للقبة هل هم قاسين يقوم بدورهم أو لا؟ قد يكون نعم أو لا في كل الحالات الثلاث، ولكن أنا اللي أتحدث عنه وأؤكد عليه أنه شبكات التواصل الاجتماعي مثلها مثل كل المنصات اللي كانت في الحياة. يعني لما ظهر مثلا الراديو والتلفزيون كان في فوائد عظيمة جدا، ولكن بعد فترة بدأت تطلع دراسات تقول لك لا، التلفزيون هذه مخاطره، مش فقط مخاطر فكرية حتى مخاطر بدنية فيها. فلذلك اللي احنا نؤكد عليه انه هذه الشبكات جدا مهمة وضرورة أساسية في حياتنا، ولكن لابد ان نكون حريصين واعيين كيف نتعاطى معها. انا اليوم انا اتحدث كشخص ما اريد اكون تابع، ما اريد اكون شخص اتبع اي موجة تصير بهدف فقط انه انا عندي مشكلة شخصية مع جهة معينة او مع شخص معين او مع الحكومة بشكل عام. نعم. نعم. فهي هذه وجهة النظر اللي أنا أتحدث عنها. أسمع رأيك أحمد.
والله سيد ما قصر في الموضوع، لكن ايش اقول لك، هذا الشيء صاير ولا في قلق او خوف انه يصير؟ صاير يعني على مستوى محلي وعلى مستوى عالمي. لاحظنا حتى في الانتخابات الامريكيه كيف كان تاثير السوشيال ميديا، القضايا اللي تم تداولها في دول، تاثير انتخابات كيف. عندنا حتى في عمان يعني احيانا بعض قضايا الراي العام اليوم تطلع قضيه، بقدرة قادر بكرة يطلع موضوع آخر، فيديو لشخص ما معتوه إن كان أو عاقل، يغير مجرى القضية هذيك ويحورها من اليمين إلى اليسار. فبالتالي فيه يعني ما ممكن ننكر نقول ما في جهات لحد الحين متحكمة، جهات وأشخاص. طبعا الجهات أقوى من الأشخاص، الأشخاص لا زالوا إحنا في عندنا شلالية موجودة، أحمد بيغرد بيرسل حل سعيد عمل لي رتويت، بيرسل حل عبد الله بيرسل حل فلان وفلان وفلان عملوا لي رتويت، هذه الشلالية. لكن في أعتقد من خلال تحليل إن في جهات جالسة تتحكم في الموضوع من خلال تغيير بوصلة الحوار والحديث من ألف إلى باء، من خلال إثارة موضوع لتغطية موضوع آخر. صحيح. موجودة عندنا والأمثلة كثيرة، وأعتقد ما نقدر نذكرها بالهواء لأسباب أنت أدرى فيها. بنمدد نص ساعة تحت الهواء ما عندناش جالسين. طيب يعني من روعة حديثكم حتى نسينا نشغل الإعلانات أستاذ أحمد. والله الإعلانات نطلع لفاصل إعلاني ولا نعود. تحية لكم مستمعينا وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء في الساعة الثانية من برنامجنا مع الشبيبة، واليوم حديثنا عن الإعلام المؤسسي والأدوار الجديدة، ونشكر كذلك متابعينا عبر مختلف منصاتنا ومشاركتهم وتعليقاتهم ومتابعتهم لهذا الحوار. وأنا يعني عين على الضيوف وعين على المنصات حتى نشرككم يعني في هذا الحوار وفي الحديث اللي نتكلم عنه. حقيقة نريد نتكلم في هذه الدقائق عن موضوع في غاية الأهمية، وهو يعني ما فقط يخص دوائر الإعلام أو يخص فرق الإعلام المؤسسي، ولكن أتوقع يخص جميع المؤسسات بجميع فرقها التي تتعامل مع الجماهير. القوة الناعمة، الأستاذ سعيد أتوقع أن محتاجين فعلا أن ندرك أن هذا موضوع مهم جدا، وأنه الذكاء العاطفي حتى في التعامل مع الجمهور أصبح ضرورة مهمة حتى فعلا نقدر أن نحن يعني نكسب الثقة وكذلك نكون قريبين منهم. فبداية كيف تقيم الواقع في مسألة استخدامنا لهذا الذكاء العاطفي والقوى الناعمة اللي ممكن تساعد في إيصال الرسائل في الوضع الحالي؟ أنا أعتقد النتائج تقول أننا ما موفقين. يعني مش رأي شخصي، ولكن نتائج الظاهرة بسبب وجود كل هذا اللغط والتداخل في الرسائل وعدم الرضا، أعتقد أن ما مستخدمينها بشكل جيد لأي سبب كان. وأرجع لنفس المثال اللي ذكره زميلي أحمد، أنه في أمريكا صارت قضية عالمية بسبب وجود ترامب إلى الرئاسة الأمريكية بسبب استغلاله لمثل هذه الأدوات. فهذا دليل واضح بأنه اليوم إحنا أصبحنا بسهولة مستهدفين. يعني كلنا نعرف قصة فيسبوك أنها كيف صارت مثلا ترسل محتوى متعاطف مع ترامب وضد هيلاري كلينتون على أساس الناس تتأثر في الرأي وتروح تنتخب ترامب. والسبب هنا باختصار لأنه الناس في هذاك الزمان كانوا ما حد متوقع ترامب، يعني شخص جاي مصارع توجهاته جدا مختلفة عن الشارع، لا يمثل شخصية رئيس أصلا، فكان ما حد متوقع. فتم التلاعب بمشاعر الناس من خلال عكس اللي هي هوية أو سمعة اللي هي هيلاري كلينتون، ووصل وصار رئيس 4 سنوات وكانت من أسوأ السنوات يعني. فهذه النقطة الآن أنه إحنا لازم نعي إذا كان هذا في أقوى دولة في العالم نتحدث عنها اليوم بهذا التأثير. اليوم إحنا لازم نعي ونفهم أنه كيف نتحدث. طبعا إحنا عندنا ميزة هنا في عمان، أنه إحنا شعب متفهم متفاهم، إحنا واجد عندنا تكافل اجتماعي، واجد شعب لطيف وطيب، فهذه ميزة. فلا بد ان احنا نعي كيف نتعامل مع هذه الناس. اغلب المشاكل اللي قاعده تصير عندنا سببها في الغالب لو ترجع تشوف انه ما في وضوح، انتشار شائعات، ما في تفاصيل، كل شيء مفاجئ، فهذه يعني يؤدي الى وجود كل هذه المشاكل. لذلك التعامل بقوه ناعمه، احيانا انت قد تنشر معلومات في بعض الاحيان غير واضحه
ولكن فيها لغة يتقبلها المتلقي. نعم. نعم. بطريقة أنه يقدر أنه يستسيغها يستقبلها. نعم. يعني سامحوني أنا كان المفروض ندخل شوية في تعريف أصلا القوة الناعمة قبل لا ندخل في التفاصيل. فأستاذ أحمد زين أنك يعني تفزع لي لأني قدمت سؤال على سؤال، ونوضح بطريقة بسيطة كذلك للمتابع والمستمع ماذا نقصد أصلا بالقوة الناعمة. أي يعني يمكن تختلف المفاهيم من عند سعيد من عندك من عندي، بس القوة الناعمة هي أنا كيف أوصل للناس، كيف أستغل المحتويات اللي عندي أنا لإيصال رسالتي بطريقة سهلة ومبسطة. ممكن أستخدم أشخاص، ممكن أستخدم وسائل، ممكن أستخدم أي أدوات ممكن أنها توصل للناس بطريقة سلسة جدا. يعني على سبيل المثال لاحظنا في الفترة الأخيرة عندنا في السلطنة بعض القرارات قبل صدورها بشهر شهرين موجودة في الواتساب. وديك في أشخاص متعاونين خلاص عرفناهم يقولك لا هذا إشاعة. ننصدم في يوم وليلة أن هذا القرار كان صح. يعني أعطيك مثال، كان قرار التقاعد اللي كمله 30 سنة. يعني على فكرة قبل صدور هذا القرار وهذه الأوامر بحوالي شهرين انتشرت إشاعة. هذه القوة الناعمة أنك أنت تقيس المجتمع من خلال يعني إدراك بعض حواسه. تعرف لما بتجي في مكانه وتضرب بصبعك بس تسمع الصوت. نعم. هي هذاك إدراك قوة الناس، رأي الناس، تقبل الناس. فبعض القرارات تطلع قبل مثل عروض بعض الشركات الوكالات هذه. إيش اللي يسوي؟ ينشر لك إشاعة قبل. إيش الهدف منه؟ يشوف الناس مستعدة تريد ولا ما تريد، فردة فعل الناس. للأسف هم عارفين أن الردة بتصير عكسية. ورغم هذا يتم في اليوم النفي، بعد يومين يتم إصدار القرار. نعم. نتكلم بعد عن مسألة الذكاء العاطفي في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الرسائل اللي ممكن كيف ألمس المجتمع. نعم. كيف يعني بناخذ مثال، لأنه بعد قضية رأي عام اليوم شكلنا بنطلع بحزمة زعل. جامعة سلطان قابوس قضية رأي عام وثيرت على وسائل التواصل الاجتماعي في موضوع حفل التخرج. نعم. يعني أنا استغربت من تحليل، ما أعرف مدى دقة هذا التحليل، يقول لك هذه كانت يعني فنون الحرب الباردة أحيانا تستخدم. يعني كيف أنت أحيانا تقلل من حماس ومن وهج المطالبين مثلا ببعض الأخبار اللي ممكن تبثها المؤسسة. هل تعتقد أنه مثال الجامعة تعاملت بشيء من الذكاء العاطفي مع خريجيها في مسألة إقناعهم بالحفل الافتراضي؟ أشوف أنا بقول رأيي الشخصي طبعا، لا اللي لا ناقة ولا جمل لا في الجامعة ولا في الخريجين. نحلل هذا كيس استدي الحين. كيس استدي الجامعة كانت أمام خيارين، أما الرضوخ لمطالب الخريجين شو يتم أما بيتم إحنا نريد اللي إحنا نريده، أو التصرف بعقلانية واتخاذ ما تراه إدارة الجامعة مناسب. إذا أنت كمؤسسة ترضخ لكل تغريدة معناته أنت ما صاحب قرار. يفترض تلغى هذه المؤسسة، لكن المؤسسة أبدت قرارها وأعلنت عن قرارها لأسبابها الشخصية، التزامها بالتباعد، التزامها بقرارات اللجنة، بغض النظر في كليات أخرى خاصة أعلنت عن إيش أنه بيكون تخريج نعم فيزيكالي. نعم. فإذا كان الجامعة وأي مؤسسة أخرى تعلن القرار ونتيجة للضغط تلغيه، هذا تخبط. نعم. فأنا مع قرار الجامعة لسبب واحد، إذا كانت الجامعة غيرت رأيها ما راح يكون الجامعة أي قرار في أي شيء. نعم. بسهولة راح يتم الضغط عليها مثل ما ضغطنا المرة الماضية بنضغط اليوم. لكن معلش أحمد، أنا ما أتكلم عن القرار نفسه، أنا أتكلم عن طريقة التعامل. يعني بعطيك مثال على أساس تتضح الصورة. يعني مثلا في أوج مطالبة والتماس الخريجين في عودة الحفل التخرج إلى الحضوري، في ذاك الوقت الجامعة كانت تنشر بعض الصور لبعض الخريجين اللي يعني جو الجامعة وصوروا أنهم ماشيين في إجراءات وغيره. يعني كانت مستفزة للبعض. هي مش مستفزة. فأنا أتحدث عن التعامل، ما أتحدث عن القرار. القرار يمكن يكون صحيح يمكن خطأ، هذا ما يعني التعامل. أنا من شفته أنا تابعته من أول يوم تغريدة. الخطأ اللي وقع من الجامعة خطأين، ما من الجامعة، محساب الجامعة نفسها. كأفراد أنا أنتمي لمؤسسة، أنا ما مهمتي الدفاع عن الجامعة بحسابي الشخصي. فاللي حدث أن بعض الأشخاص محسوبين على الجامعة هاجموا الطلاب في التغريدات، وهذا كان الخطأ الكبير اللي ما يفترض سلبي. يعني كان ما يفترض أنا كأحمد ما ممكن
أنت هاجمت أنت موظف عندي أو طالب، أنا في حساب خاص للجامعة هو المكلف بالرد، في إدارة إعلامية هي جالسة تنزل بيانات، أنا أدخل بحسابي الشخصي وأنا معروف أن أنا في الجهة الفلانية وهاجم هذا للناس، هذا تعتبر كبوة حصان، كانت خطأ من شخصيات بالأسماء نعرفهم. نعم. إدارة الجامعة كان تبيانها للموضوع عن هذا، تبى تبين أن أنتوا هني معارضين لكن في زملاء منكم وصلوا عندنا، هو ما كان استفزاز، أنا لما شفته من منظوري أن أقول أنه ما كان استفزاز، هو تبيان للناس المعارضة أن في مجموعة عندكم خلاص رض... ما نقول رضخت، خلاص اقتنعت بهذا القرار وقاية يتصور. فهذا كان المنظور، بس مثل ما خبرتك لعدم وجود سياسة ولا كان ما بيطلع فلان وفلان وبيتكلموا باسم الجامعة لأنهم أساساً ما مخولين. نعم. بذلك بغض النظر كانت وظائفهم هناك. نعم أستاذ سعيد. أنا طبعاً أتفق بشكل كبير جداً مع أحمد، وأرجع وأقول إحنا لا نعطي آراءنا الشخصية ولكن أيضاً المهنية في الموضوع. نعم. أنه تصرف الجامعة قد يكون ضايق ناس كثيرين، ولكن لو نظرنا أيضاً كان في بعض المشاكل اللي مرتبطة بالقرار، أعتقد الجامعة أيضا تطرقوا لها، أنه موضوع حفل التخرج يرتبط بموضوع الوضع الصحي العام، بموضوع إجراءات مالية، بموضوع تنسيقات مسبقة، فياخذ وقت طويل جدا أصلا. وقرار أصلا الفتح كان مفاجئ للجميع، ما كان في قرار سابق قبل وقت طويل. فأنا شخصيا يعني مع دعمي لفرحة الطلاب أنهم يريدوا التخرج، ولكن الوضع العام الوضع الصحي كان يتطلب قرار الجامعة. ردة فعل الجامعة كان جدا إيجابي، أنه ردت ببيان شارح ومنصف، وظهرت في وسائل الإعلام بالمناسبة عندنا، يعني ظهرت بالضبط ظهرت، وبعدين أيضا عرض الصورة من جانبهم. يعني إحنا كنا نسمع وجهة نظر الخريجين واللي هي حق لهم أنهم كانوا معارضين، ولكن في أيضا زملاء لهم راحوا وصوروا حضروا حفل التخرج الافتراضي. فهذا تصرف جدا رائع من الجامعة، أنه عرض الصورة والصورة الأخرى المعارضة. فاليوم إحنا من اللي جالسين في الطاولة قد نتفق مع الطلاب الخريجين أو مع الجامعة أو نختلف، فهي تظل وجهات نظر، ولكن على الأقل شفنا حقيقتين متوازيتين. أضم صوتي لأحمد، حقيقة الأخوة والزملاء والأصدقاء زملائنا اللي كانوا بشكل صارخ يدافعوا عن قرار الجامعة، وفي بعض التغريدات حقيقة كانت جدا متطاولة ما كان ينبغي. يعني أنت عندك حساب رسمي للمؤسسة، المفترض الردود تطلع بلغة رسمية وبلغة تتوائم مع الطلاب، يعني موضوع ما شخصي. إيه موضوع ما شخصي. نعم. يعني أنا لغتي مع هذيل الطلاب، يمكن لو نفس القرار كان مع جهة تعليمية أخرى يمكن اللغة بتكون غير، لو كان مع جهة حكومية بتكون اللغة غير، فلا بد من وجود لغة حقيقية وصريحة من الحساب الرسمي. هذا يدفعنا للفضل أحمد. الله اسمح لي، لب المشكلة مع احترامي وزارة التعليم العالي أو اسمها نفس الاسم. التعليم العالي والابتكار. ليش؟ لأن هي مسؤولة عن الجامعات وعن الكليات. بس ما مسؤول عن جامعة سلطان قابوس. بس أتوقع التنسيق مهم. لطالما في تنسيق على مستوى البلد، لما ترى أنت تخلق عدم مساواة. لما أنا كمؤسسة رسمية تقولك ما في تخريج، ومؤسسة خاصة تقولك في تخريج، معناتها في مس كوميونيكيشن بالانجليزي احنا نسميه. في النص شيما ما نبغى نتكلم عن هذا الموضوع شباب، خلاص انقضينا الحالة بس في التواصل وإدارة الجامعة لهذا إن صح التعبير الأزمة. لكن حقيقة الحوار الآن يدفعنا لفتح كذلك موضوع في غاية الأهمية، مسألة الموظفين بعض المؤسسات، وهذه فكرة الفزعة للمؤسسة من حساباتهم الشخصية. صحيح. قد يكون تأثيرها يعني سلبي على المؤسسة نفسها، ولكن للأسف الشديد نشوفها في أكثر من مثال وفي أكثر من حالة. فأريد نتحدث كذلك عن هذا الجانب، كيف أن السياسة الإعلامية إن وجدت في هذه المؤسسات، ويمكن بعض المؤسسات تبادر في التسريع لوجود هذه السياسة بعد استماعهم للحلقة إن شاء الله. صحيح. كيف ممكن أنها تتطرق لهذا الجانب؟ لأنه البعض يقول لك أنا ما أقبل
أن المؤسسة تتدخل في محتوى حساباتي الشخصية، أنا أقول ما أشاء، تبى تضع سياسة ضعها حساباتك، ما ضعها يعني كموظف يعني ماذا أقول وماذا لا أقول. ولكن لو نظرنا عبد الله إلى هذا الموضوع من جانب، أنت حتى في عقد العمل في التزامات محددة بأن تصرفاتك تقوم بما لا يضر المؤسسة، لا يتجاوز القانون، لا يضر حتى الأمور الدينية. فالآن هذه أشياء موجودة في عقد العمل بشكل عام. اليوم شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت إضافة جديدة في حياتنا، فلذلك وجود الأنظمة جدا ضروري وجدا مهم. أنا اللي أعرفه أنه أغلب المؤسسات قد يكون فيها سياسات ولكن ما فيها توعية للموظفين. يعني كثير موظفين في مؤسسات طبعا فيها سياسات ومؤسسات أخرى ما فيها، لكن المؤسف أنه في مؤسسات فيها السياسة اللي تنص على هذا الكلام، ولكن الموظف ما يعرف. حتى لما تناقشه تقول له أنت ليش سويت هذه التغريدة، أثرت على سمعة المؤسسة، يقول لك ما لك دخل. اليوم إحنا لما نتكلم عن هذه السياسة وأهميتها، المؤسسات تتحدث عن مدى أهمية السمعة. اليوم إحنا نتكلم شركات عالمية تسقط في سوق الأسهم بسبب تغريدة. فهذه الأهمية اللي إحنا نتكلم عنها هي ليست تقنين للرأي العام، ولكن وجود سياسات تنظيمية. أنت إذا تتكلم عن شيء يخص المؤسسة، فبحكم أنك موظف في المؤسسة، في جهات رسمية هي متحدث رسمي، عندنا قوائم قنوات رسمية، متحدثين رسميين. فأضيف لها نقطة أنه الآن حتى المتحدثين الرسميين في المؤسسات أضيفت لهم مهام المتحدث الرسمي في شبكات التواصل الاجتماعي. في متحدثين؟ هي بعض المؤسسات يوجد. أنا ما شفت صراحة. لا بس مثلا إحنا نتحدث على أنه من ضمن السياسة، أنت ذكرتها قبل شوي أنه إيش نوعية الأخبار مثلا اللي تطلع من المؤسسة، إيش نوعية بعض الأخبار تطلع على مستوى مثلا رئيس الوحدة، بعض الأخبار اللي ممكن تنشر عن طريق الموظفين. يعني مثلا أنا فعالية تخص الموظفين، لقاء، تجمع، شيء تطوير ذات أو غيره، أو تطوير مهني، ففي سياسة معينة أنه وين أنا أقدر أتكلم، وين أنا أقدر أقول. المتحدث الرسمي أنا أعرف في بعض المؤسسات موجودين. نعم بس اليوم يمكن يكون غير معلن، مثل ما غير معلن فعلا، يعني موجود وموجود يعني يمكن بقرار شخصي من رئيس الوحدة بعرف معين هكذا ممكن، يعني لكن ما معلن. بس بالنسبة لي إضافة لكلام سعيد، أنا اشتغلت بنفسي في سياسة نشر، سياسة داخلية معنا في المؤسسة. نعم. حطيت من ضمن البنود أنت كموظف إيش ممكن تنشر في حسابك، إيش ممكن ما تنشر، كل حاجة حفاظا عليك أنت كموظف. صحيح. قبل أجي للحفاظ على سمعة الشركة. نعم. فمتى ما نوجدت هذه، أنا أقول لك يعني بالبنط العريض، أنت يحق لكل موظف فتح حساب في أي مؤسسة في أي منصة، بس ينبغي عليه 1 2 3 4 من ضمنها عدم نشر القرارات، عدم نشر مثل يعني أنت ما تكون أنت الحبل اللي يتم فيه نشر الغسيل. نعم. صحيح. هو ترى مرات يكون من حسن نية بعض الموظفين أنه هو غيور مثلا على مؤسسة، أحيانا بغر تويت. لذلك وجود النظام جدا مهم. نعم. يعني إحنا نتكلم الآن للجميع أنه ترى الأنظمة أوجدت لحفظ حقوق الجميع. نعم صحيح. يعني حفظ حقوق الشركة، حفظ حقوق الشخص نفسه، حفظ حقوق المستثمرين. نعم. حفظ حقوق الجميع. نعم. لذلك الالتزام بالأنظمة هو الأسلم والأفضل دائما. نعم. ويكون واضح من البداية. بالضبط. نعم. بالضبط. أستاذ أحمد، من الضروري جدا أن نتحدث يعني قبل نهاية هذه الحلقة عن موضوع الأزمات، لأنها كثران الأزمات، فإدارة الأزمات إعلاميا خاصة تحدث عن الأزمات الغير متوقعة أحيانا. اليوم فرق التواصل المؤسسي كيف ممكن تفعل هذا الجانب وتكون دائما يقظة وعلى استعداد في أنها تدير أزمة؟ إدارة الأزمة أول شيء ليس بس شيء سهل وليس بشيء صعب. أنا لازم يكون عندي فريق أزمة، فريق الأزمة يكون فيه أصحاب قرار، لأن أي بيان راح يطلع مني بناء على هذه الأزمة لازم يكون معتمد في نفس اللحظة. أي تأخير مني أنا كفريق يخلق شائعات، وكل ما خلقت الشائعات تزيد حجم الموضوع. هي مثل ما اللي يقول نقطة وسط ونهاية. يعني على سبيل المثال ينبغي يكون مع فريق الإعلام شخص مرتبط برئيس الوحدة، الوزير، حتى رئيس مكتب الوزير حتى ممكن، لأنه هو يكون حلقة الوصل ما بينه وما بين الوزير. متى أنا أجهز فريق الإعلام أو فريق الأزمة؟ لما أريد أنزل أي حاجة أنا عارف قبل لا أنزل أي شيء لازم أعرف مدى تأثير هذه للناس. نعم. هذه يمكن تكون متوقعة ومن ضمن الخطة الاستراتيجية. أيوة. لكن أنا أقصد الأزمات المفاجئة
أزمات على البال ولا على الخاطر. لازم تدرس هل أنا ضروري أني أرد؟ إيش أرد؟ يعني أحياناً أنت ما على كل صغيرة وكبيرة. نعم. يعني في مثل يقول لك لو المثل ما زين. لو كل كلب عذرا أو مستمعين كلب نبح أنت رميته بحصى كان خلص الحصى من الوالي، صح ولا لا؟ بما معناه فما رأت أي شيء يمس المؤسسة، أنت في عندك طرق كبيرة أنت ممكن تتعامل معها. إذا كانت قضية رأي عام لازم ترد قضية رأي عام، ترد بشكل عام ومهني ورسمي واضح. أنا ممكن أنزل 4 أسطر لكن خلاص هي خلاصة الكلام. نعم. ممكن أنزل 4 صفحات لكن الناس بتزيد لأني ما فهمت. نعم. ففريق الأزمة ينبغي أن يكون متصل برئيس الوحدة اللي يعطيه القرار، وما لازم يكون فريق الإعلامي وحده. يعني في كل مؤسسة يستعين، يعني يستعين أنت من ضمن المؤسسة عندك لازم يكون عندك فريق إدارة الأزمة. إدارة الأزمة نفسه صار حريق في المؤسسة من يتعامل، صار شيء إعلامي لازم مرتبط مع الفريق الإعلامي. نعم. فتجهيز الفريق وتدريبه هذا ما بشيء سهل لكن ما صعب. نعم. فسهل جدا، بس أهم شيء رئيس الوحدة يكون مطلع ومتابع ويدرك أي كلمة منه إيش يكون تحليلها للناس. نعم. أستاذ سعيد، ما هي أساليب وأدوات إدارة الأزمات؟ آمنا أنه لازم يكون عندنا فريق يدير هذه الأزمة، لكن ما هي الأساليب والأدوات عادة؟ طبعا هذه الأساليب والأدوات بترجع إلى الأساس اللي دائما أنا أعتد عليه، أنه لابد من وجود أساسا خطة إدارة أزمات، وهذا موجود في كل المؤسسات. خطة إدارة الأزمات تشمل كل الأمور الفنية والتقنية والإعلامية، فتجد أنه مثلا شركة أو مؤسسة خدمية تقدم خدمات معينة، لابد في البداية دراسة إيش المخاطر اللي متوقعة تصير. يعني مثلا إيش مخاطر لو اخترب النظام، مخاطر لو انغلق مبنى معين، مخاطر لو حد تحدث بصورة سلبية على المؤسسة كسمعة. فكل نوعية من هذه المخاطر المفترض في الأصل تكون مدروسة قبل، فيها أدوات، فيها مهام، فيها طرق تواصل واضحة. يعني إحنا عندنا مثلا نظام أنه لو جاء هذا النوع من الأزمة فهو هذه الأحداث اللي راح نتعامل فيها، هذا الوقت اللي يتطلب كل حدث معين، هذا مستوى اللي هو الأثوريتي، مستوى التفويض في المؤسسة. يعني كل هذا المفترض يكون مثل كتاب يعود له فريق العمل. كل ما وجد هذا النظام كل ما كانت عملية إدارة الأزمات أسهل. ليش؟ نعم. لأنه مهما كانت الأزمة اللي طلعت على الأقل أنه فيه توقع شبيه لها موجود، في سيناريو متوقع، خلاص احنا على طول نفتح الحالة عارفين 1، 2، 3، 4. احنا اليوم كشركات أو مؤسسات عندنا أنظمة متكاملة لو صار كيف تتفعل لجنة إدارة الأزمات. يعني أغلب المؤسسات وإحنا من ضمنها أول ما صار كورونا تم تفعيل لجنة إدارة الأزمات. إيش شمل؟ كيف راح يتم ضمان استمرارية العمل، كيف راح يتم إدارة الموظفين، كيف راح تتم إدارة التواصل مع الناس. فكل هذه كل ما أوجدت، كل ما كانت واضحة، كل ما كان واجد أسهل التعاطي معها. مستوى التفويض اللي تحدث عنه أحمد جدا مهم. أنه في الأزمات لابد يكون في سرعة في اتخاذ القرارات. نعم. فأنت لازم تكون عارف أنه إيش مستوى التفويض. يعني يمكن في بعض الحالات حدث معين أو إجراء معين يحتاج اعتماد رئيس الوحدة، لكن في حالة الأزمة أنت تفوض مثلا مدير دائرة لاتخاذ هذا القرار لسرعة الإجراء. وطبعا أنت لابد أنك تؤهل هذا الشخص، تخليه يكون جاهز. نقطة أخرى، لابد من دراسة مصفوفة إدارة الأزمة. فهذه تدخل في طابع أنك أنت لما تصير أزمة تروح تقيسها، ففي مصفوفة معينة أنك تدرسها، ما مدى قوة الأزمة، سرعتها، تأثيرها، أهميتها. فكل ما كانت هذه الأسس موجودة وواضحة عند المشتغلين كل ما كان التعاطي والتعامل مع الأزمات أسهل. يعني إحنا اليوم واجد نتحدث بطريقة لا تعمل بشكل متعب ومجهد ولكن اعمل بذكاء. فالفكرة هنا إيش؟ أنه كل ما كان عندك نظام كل ما كنت قادر تتعامل مع الأزمات بشكل أسهل. اليوم إحنا كلنا نشوف في مؤسسات تمر عليها أزمات بشكل يومي، ولكن ما حد قاس يشوف في السطح أي مشاكل ضدهم. ليش؟
لأنهم قاسين يديروا العملية أو الأزمة بطريقة جدا ممنهجة. نعم أستاذ أحمد، هل تعتقد أنه علينا نكون كذلك أذكياء في اختيار الرسول لهذه الرسالة؟ لأنه يعني بعض الحالات التي مرت علي شخصيا أن المؤسسة تكون ذكية وعارفة أن ما هي الرسول المناسب، ما هي المكان المناسب اللي ينشر فيه هذا التوضيح أو تنشر فيه هذه ردة الفعل، فتستعين بأدوات أخرى وتستعين بمن يوصل رسالتها ويكون بقدر جيد من الموثوقية وبقدر جيد من القبول عند الناس. هل هذه أدوات أول شيء مشروعة أن المؤسسات تستخدمها، وهل تعتبر كذلك من الذكاء في التواصل؟ من الذكاء جدا أن أنا أعرف أن مثل في مثل يقول لك عطل الخبز خبازة. صحيح. فأي مؤسسة ممكن تستعين بأشخاص تستعين بمؤسسات توصل رسالتها هي بشكل غير مباشر، بحكم والله هذا مثلا على سبيل المثال الشبيبة لمؤسسة ما صار عندها شيء ولغط في السوشيال ميديا، وممكن ينزل بيان من الشبيبة. هي المؤسسة ما تقدر تنزل بشكل مباشر خوفا من الهجوم أو التبرير، لكن لما ينزل خبر صحفي من مؤسسة إعلامية كالشبيبة مثلا شوية يهدي الوضع ويضع النقاط على الحروف فالناس تهدي. نعم. فهذا شيء مشروع، شيء ذكي جدا ممكن استعانة، لكن انتقي من تختار. نعم. وقعت بعض المؤسسات في فخ سوء الاختيار. أيوة. لهذه الوسائل. في مؤسسات وقعت للأسف أنها اختارت أشخاص غير محببين يتكلموا عن الموضوع نفسه. أحيانا بعض الأشخاص يتكلموا بحكم أن أنا أعرف والله الوزير فشاف الأزمة هو دخل في الخط. وأكثر من حساب أنا عندي سكرين شوت منهم يعني تابعتهم، بمجرد ما يحدث شيء هو يروح ينزل يعني يكتب، تعرف برنامج تعديل الصور يكتب على هذه الصورة إشاعة، فأنا أرسل له أقول هذا خطك خلاص عارفين اللي لكن تقبل الناس على هذاك الشخص ما متقبلينه، إنه هو عارفين إنه هو يعتبر يعني في مصطلح يمكن غير محبذ اللي هو المطبل، فأنت مطبل لهذه المؤسسة بشكل علني. نعم. أنت ما مقبول، لكن لما يطلع من مؤسسة إعلامية يلها وزنها يلها ثقلها والمنهجية في رصد الخبر أو صياغة الخبر بتكون غير. وهذه أتوقع يعني مخاطر بعد، يعني الواحد لا قد ينقل إعلامية ذكية. نعم قد ينقل كمؤسسات إعلامية يعني أنا ما ممكن أنتقي حساب أخباري تو طالع أنا ما أعرف رأسه من ريوله. نعم. مثل ما لكن لما أنتقي مؤسسة يلها وزنها يلها كيانها يلها اسمها نعم لما تنشر الخبر يوصل بمصداقية ووثوقية أكثر حتى على مستوى الأفراد أتوقع بالضبط. حتى في اختيارك للشخص المناسب في إيصال رسالتك هذا مهم، بطريقة ما يقع فيها هو في المصطلح اللي ذكره الأستاذ أحمد. أضيف نقطة عبد الله هنا جدا مهمة، أنه ترى ما بالضرورة المسؤول هو يكون الوجه الإعلامي للمؤسسة. نعم. يعني إحنا اليوم في عنا خطأ كبير جدا أحيانا، بعض المسؤولين يمكن طبيعة لغتهم أسلوبهم طريقة حديثهم مع الناس يا أخي غير محبذة من الناس، فأنت لما تظهر تنسف جهودك وجهود فريقك. نعم صحيح. بعض المؤسسات فعلا توظف أشخاص بسبب طريقة ظهورهم. يعني أنا أجيب شخص يشتغل وأحطه من ضمن خيارات أنه أنا هذا أريد يكون متحدث رسمي. نعم. حتى بدون الإعلام أنه هو المتحدث رسمي. ولكن هو هذا وجه إعلامي للمؤسسة. لأنه إيش هدف الإعلام؟ هدفه هو الإيصال رسائل المؤسسة إلى الناس مثل ما عرفها في البداية أحمد. نعم. فما بالضرورة أنا أجيب رئيس الوحدة أو الوكيل أو المدير العام أو أي مسؤول يكون لازم هو المتحدث. صحيح صحيح. يعني الخلاصة اللي ممكن نطلع فيها من هذا الحوار وهذه نسمعها بشكل دائم إنه خاصة في هذه الفترة، يا جماعة الخير كونوا إيجابيين، أنتوا اليوم من مهامكم أنكم تصنعوا صورة إيجابية بأنكم تعززوا ثقة الناس في الحكومة وفي المؤسسات. بعد في المقابل لازم ندرك أن هذا ما يجي كذا يعني من فراغ. صحيح. يعني حتى ساعة ونص وبعد الوقت ما مكفلنا أن نحن نتكلم عن هذه الأدوات ويالسين نتكلم عنها بطريقة سريعة، كلها يمكن جهود يبالها فترة عساس تصنع سمعة مؤسسة واحدة. صحيح. نحن نتكلم عن منظومة كاملة، إذن الصورة الإيجابية هذه ما تأتي فقط يعني من جهود فردية ولا من حد وسيلة إعلام. صحيح. وهذا الاتهام نتهم نحن فيه في وسائل الإعلام الخاصة بشكل دائم أنه والله أنتوا دائما سلبيين ودائما تطرح الصورة السلبية، الصورة الإيجابية ما تجيك ذاك منها ومن عمرها يعني. بالضبط. صحيح. فلا أريد يعني نتكلم فيه في ختام حلقتنا لليوم أنه مخاطر عدم إدارة فرق التواصل والإعلام في صنع صورة ذهنية وسمعة حسن عن المؤسسات
أو عن مؤسساتهم إذا تجمع بيخلق لنا صورة سلبية عن الحكومة بشكل عام، وهذا ما أتوقع حد يريده أبدا. صحيح. هذا ممكن يساهم في فقدان أو زعزعة الثقة. هذا أمر خطير، هذا خطير جدا. اليوم اللي جالسين نلاحظ الأستاذ سعيد الأستاذ أحمد أنه رسائل الحكومة أحيانا تكون رسائل نبيلة جدا وممتازة جدا ورائعة جدا، لكنها لا تصل. صحيح. لا تصل، يعني هذا أمر خطير، يعني هذا الجهود اللي تبذل وما تصل. صحيح. في خلل معناته في عندنا لأنها ما تخاطب من الألف إلى الياء، تخاطب فئة. نعم. أنت لازم لما تتكلم أنت تتكلم الصغير والشايب. وهي لغة أفراد. أيوة. مش لغة ممنهجة. لا توجه رسالتك. أيوة. لفئة معينة، لأن الفئة الثانية ما بتفهمك. نعم. فبتهاجمك. فيمكن عندنا مشكلة في الرسالة. يس. وعندنا مشكلة في الرسول. صيغة. هذه بعد نقطة. صيغة والصيغة والتوقيت. نعم. يعني كتوصية أخيرة للأستاذ سعيد وبسمع الأستاذ أحمد، اليوم كيف ممكن نعمل كمنظومة متكاملة نقول والله مثل البازل، هذا اليوم إذا جمعنا هذه الصور الجيدة في مؤسساتنا وكل مؤسسة اشتغلت بشكل جيد معناته بيعطينا نتيجة نهائية أن صور. وحن ترى تونا نحط الخطوة الأولى في رؤية عمان 2040. نعم. ما نريد نحطها على أرضية متزعزعة، نبغى نحطها على أرضية صلبة يعني. فما هي التوصيات التي يمكن أن نصل منها من خلال هذا الحوار؟ طبعا أول شيء أنا أشكركم جدا على هذا اللقاء الثري جدا، أنا استمتعت فيه كثير. سامحوني أنا أخذنكم ساعة وصكيتكم ساعة ونص. أنا استمتعت جدا ونقاش مثري، ونتمنى أن المستمعين يكون أيضا استفادوا وأيضا سمعوا وجهات نظر مختلفة، وهذا الوضع الطبيعي. نعم. أنا هذه رسالتي الأخيرة، أنه لا خلاف من وجود وجهات نظر مختلفة. ولكن يجب أن كلنا نجلس مع بعض ونتفق إيش إحنا كلنا نريد نسوي. الآن حتى كمؤسسات اللي صاير أنه كل مؤسسة جالسة وحدها تشتغل. كل شخص في مؤسسة جالس يشتغل وحده. المفترض أنه بما أننا نتكلم إحنا عن منظومة متكاملة، عن جهود مشتركة، لابد أنه أول شيء هذا الحوار اللي صار الآن يتم الاستماع إليه وتمحيصه والنظر فيه والاختلاف حتى مع وجهات النظر المطروحة فيه، ولكن لابد أن نكون كلنا جالسين على اتفاق معين أنه اتفقنا أو اختلفنا هدفنا واحد، كلنا هدفنا استقرار هذا البلد، راحة هذا الشعب، نجاح رؤية 2040، هذا هدفنا كلنا إحنا الآن. نعم. نعم. فأول شيء العمل المشترك، التكامل، هذا مفقود الآن عندنا، محتاجين تكامل في العمل. نعم. محتاجين تبادل الخبرات، يعني حقيقة بعض المؤسسات متقدمة جدا وناجحة جدا، ما غلط، يعني أنا حقيقة أتحدث في أحد المسؤولين الكبار في الدولة بدون ذكر منصبه، تواصل عن طرف أحد الأخوة قبل كم يوم يقول الوزير الفلاني يريد يجلس مع عدة متخصصين عشان يفهم إيش وضع مؤسسته، كيف يطورها، كيف يتواصل بشكل أفضل. تشخيص. نعم. تشخيص. هذه المؤسسة حقيقة الآن كانت سابقا يمكن من أسوأ المؤسسات من حيث التواصل والمشاكل اللي فيها، الآن من أفضل المؤسسات. فإذا عرف السبب بطل العجب. نعم. أنه رأس الهرم عنده تقبل الاستماع لوجهات النظر المختلفة. نعم. فباختصار أنا حديثي أنه تقبل وجهات النظر، اثنين التكامل في العمل. نعم. إذن هذه رسائل أو توصيات يعني حاولت كذا ألخصها من كلام الأستاذ سعيد، العمل المشترك، تبادل الخبرات، العمل كمنظومة، إيمان رأس الهرم بأهمية تشخيص وضع مؤسسته إعلاميا. أستاذ أحمد، أول شيء أشكر كل شخص يدير حساب مؤسسة حكومية أو خاصة. إحنا اليوم ما ننتقد أو ندور على الأخطاء أو نبحث عن أشياء بس لإبراز إن هم ما جالسين يسووا صح. إحنا نقول لكم أنتم جالسين تسووا وفق الإمكانيات المتاحة لديكم، لكن الإنسان ينبغي له أن يتحرك من النقطة ألف إلى النقطة باء. ينبغي على كل مؤسسة تأكيد على وجود سياسة نشر واستراتيجية تعامل وسائل الإعلام بطريقة ممنهجة وتطبيقها. أنا ممكن أسوي لك كتاب وأعمل لك فيه دراسة وسياسة لكن ما أطبقها. يجب على رأس الهرم أن يثق ويتقبل الرأي والرأي الآخر. المؤسسات الخدمية ما خلقت أو تواجدت في التواصل الاجتماعي لنشر استقبالات معاليه أو سفر سعادته، وجدت لخدمة الناس. متى ما خدمت الناس وتعاملت معهم بطريقة مهنية أنت بتطلع فوق. متى ما تجاهلت الناس وكان انصباب اهتمامك بحفل موظفين باستقبالات معالي سفر سعادته ولا غيره، يعني أشياء أنا كمتابع ما تمسني فما راح ينفع. الشفافية جدا مطلوبة
وسرعة التفاعل، فهم طبيعة العمل كمؤسسة، أنا كمؤسسة اللي جالس أشتغل فيها متى ما فهمتها متى ما قدرت أقدر أتكلم عنها. نعم. بين قوسين الولاء المؤسسي نفسه، متى ما نوجد في الموظف، متى ما أعرف كيف يرد باسم المؤسسة. نعم. بنغمة المؤسسة. نعم. شكرا لك الأستاذ أحمد. إذن هذه أهم النقاط كذلك اللي لخصناها، الشفافية وسرعة التفاعل، فهم طبيعة العمل، الولاء المؤسسي مهم جدا، السياسات ما تكون حبيسة الأدراج وإنما ضرورة تطبيقها من الجميع، من رأس الهرم نفسه إلى يعني رأس الهرم ما استثنى أبدا من سياسة المؤسسة الإعلامية وسياسة التواصل، والمؤسسات هدفها خدمة الناس. لذا يجب يعني ما يعني نفس اللي تقول الشركات إنه العميل دائما هو رقم واحد يعني في سياساتها، كذلك المستفيد والمواطن يكون رقم واحد في المؤسسات الخدمية، وعلى استعداد. نعم. أنا أقول من هذا المنبر لأي مؤسسة تحتاج أي خدمة أي مساعدة أي شيء، موجودين، حساباتي موجودة، اسمي كل، أعتقد البعض يعرفني وممكن أتواصل مع أي حد. هذا لأن نجاح أي مؤسسة نجاحنا كلنا. بلاش ولا فلوس؟ بلاش. على الهوى ترى. على الهوى بلاش. هذا عرض قيم. خلاص. إذا حد رفضه حقيقة عرض قيم جدا يعني. طبعا لكل اللي يتابعونا من المؤسسات من دوائر الإعلام، هذا الآن عندكم كورس مجاني. يكلفكم مبلغ وقدره، هذا اليوم الحلقة كورس مجاني للي حب يطلع ويجد إن شاء الله الحلقة هذه موجودة، بتكون على حسابنا في اليوتيوب أو قناتنا في اليوتيوب ومتاحة للجميع، ومثل ما قال الأستاذ أحمد إنه على استعداد طبعا لخدمة أي مؤسسة تريد تطور من فرق التواصل وتريد فعلا في أنها تتقدم يعني في مسألة علاقتها مع الناس وتقديم خدماتها بشكل أفضل. الأستاذ سعيد بن جمعة البوسعيدي مختص في التسويق والاتصال المؤسسي، شكرا جزيلا لك وعلى وقتك. شكرا لكم عبد الله، بالعكس شكرا لك ولكل الأخوة خلف الكواليس في الإعداد والتصوير والتقديم ولكل المستمعين الكرام. يعطيك العافية وسعيدين بوجودك. الأستاذ أحمد بن عبد الله الحسني محاضر في التسويق الإلكتروني وإدارة الأزمات، شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد، والله يبعدنا عن كل أزمة إن شاء الله. آمين إن شاء الله. شكرا لكم على هذه الاستضافة وعلى هذا النقاش، ويمكن شكرا لكم مرة ثانية وشكرا لكل شخص يتابعنا. الحمد لله في إيجابيات وصلتني من أشخاص يديروا حسابات. جيد. بارك الله فيك، كفيت وفيت وأشياء جميلة جدا والحمد لله. هذا ثمار، هذا اللي نريده. الحمد لله. هذا اللي نريده الاستفادة إن شاء الله من الجميع. كان اليوم موضوعنا شوية تخصصي، وأنا أشوف يعني أنتوا اليوم ضيعتوا علاقتي بالمستمعين. أنا في العادة ما بند التليفون أبدا، أتابع تعليقات، واليوم شغلت معكم عجبني الحوار ونسينا بعض التساؤلات. لكن للأشخاص اللي راسلونا سواء عبر منصاتنا وحتى حساباتنا الشخصية والواتساب وغيره، يعني أكيد نحن ما نتجاهل الحين القضايا اللي تشغل بالكم، لكن من الجيد كذلك أنه في كل أسبوع نخصص يعني حلقة تخصصية كذا وتكون حوارية. أما أبرز القضايا والاتصالات اللي عودنا دائما نفرد مساحة لكم وتكون قناة تواصل يعني بينكم وبين المؤسسات، إن شاء الله ستكون حاضرة. نحن بعد فاصل قصير سيكون معنا المهندس أحمد الهدابي المدير التنفيذي لوحدة التخطيط الاستراتيجي بهيئة تنظيم الاتصالات، عندهم مبادرة جميلة جدا، هاتفي عماني، راح إن شاء الله نتعرف عليها بعد الفاصل، لا تذهبوا بعيدا. تحية لكم مستمعينا ومتابعينا. المفروض تكون عندنا وقفة مع هيئة تنظيم الاتصالات، لكن يبدو تأخرنا على الضيف المهندس أحمد، راح إن شاء الله نحاول يكون معنا خلال الحلقات القادمة. هذه المبادرة التي تم إطلاقها اليوم من هيئة تنظيم الاتصالات وصندوق أمانة، تعتبر أول مركز لبيع وصيانة أجهزة الاتصالات ضمن مبادرة هاتفي عماني، وحقيقة هي استكمال يعني للجهود التي تبذلها مختلف الجهات والقطاعات في إيجاد فرص عمل وتأهيل الكوادر الوطنية. ولما تتضافر هذه الجهود اللي نشوفها وتتكامل كذلك مع دعم ودور ومسؤولية القطاع الخاص، نطلع بإذن الله تعالى بنتائج جيدة. هناك شراكة بين هيئة تنظيم الاتصالات وبين وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية في إطلاق
المركز اللي يهدف إلى تعمين مهنة بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وإيجاد فرص عمل للعمانيين من أبناء أسر الضمان الاجتماعي في مجال صيانة وبيع أجهزة الاتصالات وملحقاتها، وذلك من خلال تأهيل وتدريب الشباب في مجال تصليح وبرمجة أجهزة الاتصالات وخدمة العملاء. المهندس يوسف الحارثي الرئيس التنفيذي لأمانة يعني ذكر في تصريح أنه يهدف البرنامج للتمكين الاقتصادي لأبناء الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود بالشراكة مع قطاع الاتصالات إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة بالسلطنة من خلال العمل مع الباحثين عن عمل، موضحا أنه سيوفر منهجا قائما على التمكين، وذلك من خلال توفير فرص عمل جاذبة ومستدامة للشباب العماني لتعزيز نهج استثمار قائم على الأثر الاجتماعي وبما يتماشى مع أهداف رؤية عمان المستقبلية 2040. إن شاء الله نحاول قدر الإمكان أن يكونوا معنا في الحلقات القادمة ويوضحوا أهمية وأهداف هذا المشروع بشكل أكبر إن شاء الله. وتحية كذلك للشركات الداعمة على هذه المبادرة بدعم من شركة أريد وعمان تل. وصلنا معكم مستمعين ومتابعين إلى نهاية حلقتنا لليوم، كان معكم في الإعداد جاسم البداعي، وفي التقديم عبد الله السعيدي، وفي الإخراج المرئي أحمد العزيزي، وفي تفريغ المحتوى على منصاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي جميلة الزيدي. نلقاكم في حلقات قادمة في أمان الله.